إذاعة الشباب من سلطنة عمان. الكلام كروي. وكورة الكلام كروي. تابعونا في تحليل فني لأبرز المنافسات والدوريات الأوروبية. في الكلام كروي نناقش، نحلل، نحاور بالمنطق الفني والإحصائيات الرقمية. تابعونا وشاركونا في برنامج الكلام كروي، والذي يأتيكم كل ثلاثاء من 8 وحتى 10 مساء. هذه كرة على اليسار لفيدريكو بيلوتسو، بيلوتسو يوسع جول. الكلام كروي مع إذاعة الشباب، السهرة تحلى. الكلام كروي. الكلام كروي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، حياكم الله معنا في تواصل جديد يجمعنا معاكم في الكلام كروي. طبعا مستمعينا بدنا معاكم الحين، ورحلتنا إن شاء الله ممتدية للساعة 10. تأخرنا شوي عليكم بسبب الفترة الدينية لصلاة العشاء، تقبل الله طاعتكم بإذن الله. احنا معكم مستمعنا في الكلام الكروي، وما يحلى اكيد الكلام الكروي الا بتواصلكم معنا عبر رسائل 90456 والاتصالات، وايضا تغريداتكم عبر تويتر. معكم في الكلام كروي سلوى الخنبشية والمخرجة مريم العجلية. Everybody has to pull together.
حياكم مستمعين، احنا معاكم في الكلام كروي وسهرتنا الكروية معاكم مستمرة بإذن الله إلى الساعة 10 إن شاء الله. مستمعين، حلقتنا الليلة مختلفة نوعا ما، تعودنا نطوف على أغلب الدوريات الأوروبية، لكن هالمرة واليوم حلقتنا حلقة خاصة عن الدوري الإنجليزي. إذن معاكم مستمعين حلقتنا الليلة حلقة خاصة عن الدوري الإنجليزي اللي طبعا اختتم بتتويج مانشستر سيتي. الحلقة القادمة مستمعين أكيد راح تكون عن الدوري الإسباني بإذن الله. اليوم خلونا كذا نعطيكم ملخص عام عن الدوري الإنجليزي وما حدث هذا الموسم في الدوري الإنجليزي. البريمير ليج أفضل دوري في العالم بشهادة الكثيرين طبعا، والكثير من المتابعين للدوري الإنجليزي وعشاق الأندية الإنجليزية. الليلة فرصتكم اللي حاب يتكلم عن فريق المفضل في الدوري الإنجليزي، وطبعا السبعة الأوائل في ترتيب العام الدوري الإنجليزي. طبعا بطل الدوري الإنجليزي هو مانشستر سيتي، في المركز الثاني ليفربول، المركز الثالث تشيلسي، وأرسنال رابعا، وبعدين طبعا المركز الخامس إيفرتون، وتوتنهام في المركز السادس، ومانشستر يونايتد في المركز السابع. راح نتكلم معاكم مستمعين عن هذه السبعة الفرق اللي ذكرتهم قبل شوي، كلام تفصيلي أكثر كيف كان الموسم لهذه الفرق. طبعا راح نبدأ معاكم بالبطل مانشستر سيتي، واللي يحب يتداخل معانا في أي مداخلة عن الدوري الإنجليزي ويتكلم عن فريق المفضل وكل الأشياء اللي صارت في هذا الموسم في الدوري الإنجليزي عبر رسالة 90456، وأيضا الاتصالات على 24698151 من خارج حدود السلطنة 0968246982. وأكيد معاكم مستمعين ما ننسى سؤال حلقتنا لليلة، من هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في وجهة نظرك، وايضا افضل مدرب في الدوري الانجليزي بوجهه نظرك. طبعا اللي تابعوا الموسم الحافل بكثير من الاشياء الجميله اللي كانت في الدوري الانجليزي، قادر انه يقيم طبعا من وجهه نظره افضل لاعب وافضل مدرب في الدوري الانجليزي. نرحب فيكم مستمعينا، ونرحب اكيد بمحلل حلقتنا الليله الكابتن احمد الفهدي. كابتن احمد مساء الخير، حياك الله معنا. مساء النور، حياك الله، شخبارك؟ الحمد لله. طبعا مريح، الدوري الانجليزي اختتم خلاص. ايه بس راح مان سيتي يستحقوا بخصوص الجيران دولة الامارات العربية المتحدة، مبارك لهم الفوز. اكيد اكيد مان سيتي يمكن اقل الفرق اللي فازت بصدارة الدوري في الاسابيع، لكن اختتم يعني جهد موسم كامل. الفريق تطور واضح مقارنة بالموسم الماضي، بدأ بالبلغريني في دوري الأبطال سواء، بغض النظر عن الخروج أمام برشلونة. نعم. والدوري كان صعب جدا، فرق كثيرة كانت تنافس، يعني ساوثهامبتون، مانشستر في بعض الفترات، توتنهام في بعض الفترات، أرسنال كذلك تصدر يمكن 128 يوم، بغض النظر وتشيلسي وليفربول وإيفرتون، لكن في الأخير السيتي هو بطل الدوري الإنجليزي. نعم. يعني موسم اعتقد انه الاغرب شخصيا لي في يمكن مسيرتي متابعتك للدوري الانجليزي. نعم. هذا الموسم الاغرب في انجلترا بسبب التقلبات الكثيره اللي صارت. راح نتكلم ان شاء الله كابتن احمد اكثر عن الدوري الانجليزي، وكونك ايضا قريب جدا من الدوري الانجليزي وتعرف خفايا هذا الدوري بما انك متابع ايضا بدقه لكل التفاصيل في البريمير ليج. ناخذ طبعا رايك كابتن احمد، افضل لاعب الموسم من وجهة نظرك في الدوري الإنجليزي وأفضل مدرب. أفضل لاعب أعتقد ما أختلف مع سواء المتابعين، النقاد، المحللين واللاعبين، لويس سواريز يعني نجم كان فوق العادة، أداء في الدوري الإنجليزي يعني، وأفضل لاعب أعتقد بكل جدارة. نعم. إنه أدى موسم يمكن بغض النظر أنه ما بدأ أول ثلاث مباريات كان بسبب الإيقاف، لكن من بعد ذلك كان أغلب المباريات متألق
يمكن في بعض المباريات كانت خارج الأرض، كان أمام فرق كبيرة ما ظهر بالصورة المثالية. نعم. لكن لما نحسب موسم كامل، لويس سواريز هو النجم الأوحد، يمكن ياي توري يأتي من خلفه، لكن سواريز بفارق أعتقد كبير يستحق هذا اللقب. نعم. والمدرب، المدرب يمكن أنا أختلف. قبل هذه الحلقة، يمكن قبل شهر تقريبا، كنت لو سألتين نفس السؤال كان صوتي لمدرب ليفربول رودجيس، لكن اليوم أعطي صوتي لمدرب كريستال بالاس بوليس. تولى قيادة الفريق من بعد الفريق كان في ذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي، سوى ثورة كبيرة في كريستال بالاس، هزم تشيلسي، هزم التعادل مع ليفربول 3-3. نعم. وحقق نتائج جدا كبيرة، أبقت الفريق في الدوري الإنجليزي. شخصيا أعطي صوتي لأنه كان مدرب الأبرز، وأتمنى أنه كريستال بالاس بوليس ما يبقى في كريستال بالاس ويروح نادي أكبر الموسم القادم، لأن شاهدنا نفس المدرب مع ستوك وكان قرار ظالم الموسم الماضي من إدارة ستوك إنه أقالت المدرب هذا. نعم. بعد نتائج كبيرة مع ستوك في مواسم، في 4 أو 5 مواسم، يمكن حصل فرصة الآن مع كريستال بالاس وقدم نفسه من جديد. أعتقد إنه هو مدرب الموسم هذه السنة. نعم. عموما هذا طبعا رأي الكابتن أحمد في أفضل مدرب وأفضل لاعب. من بعد بوليس أعتقد رودجيز، ومن ثم بيليغريني يأتون. بيليغريني بالرغم أنه فاز بالدوري في المركز الثالث حطيته، ترى بس هي ما مقياس، نحط أدوات وعقلية مدرب. نعم. بيليغريني يملك كل الأدوات ويملك أكيد العقلية، لكن لما المدرب يصنع شيء من لا شيء، أعتقد هذا كان التحدي الأكبر لبوليس مع كريستال بالاس. نعم. إن الفريق يصارع على الهبوط، وفي الأخير هو من حدد وجهة البطل، لأنه فاز على تشيلسي وتعادل مع ليفربول في مباراة مجنونة، كان ليفربول فايز 3-0 وترجع في المباراة 3-3 وتحرم ليفربول من اللقب، أعتقد وحرم كذلك تشيلسي من اللقب، أعتقد هو مدرب الموسم. نعم. عموما احنا معاكم مستمعينا اليوم او الليلة حلقتنا حلقة خاصة عن الدوري الانجليزي البريمير ليج، اللي حاب يتكلم ويتداخل اكيد معانا عن الدوري وختام هذا الموسم في الدوري الانجليزي وتتويج مانشستر سيتي بهذا اللقب عبر رسائل 90456 والتغريدات عبر صفحة البرنامج في الكلام كروي، وايضا عبر الاتصالات على 24698151 من خارج حدود السلطنة 0-2-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. خلينا نتكلم كابتن أحمد في البداية طبعا عن البطل مانشستر يونايتد، واللي راح مانشستر سيتي السابع، مانشستر يونايتد السابع ومانشستر سيتي. شفت الفرق يعني؟ ديربي مدينة مانشستر، واحد حصل شل اللقب والثاني في المركز السابع، حتى ما بتشوفه في دور الأبطال السنة الجاية. عموما طبعا بالحديث عن مانشستر سيتي، راح يحتفل طبعا مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الإمارات مع مشجعي طبعا المشجعين هناك في الإمارات، على اعتبار طبعا أنه مانشستر سيتي هو أيضا ملك ل طبعا الشيخ منصور بن زايد في دولة الإمارات. وطبعا راح تكون في عدة فعاليات بعد تتويج مانشستر سيتي، وراح يكون أيضا في مباراة ودية يوم الخميس، مباراة ودية استعراضية بالتحديد في مواجهة مع نادي العين، راح تكون على استاد هزاع بن زايد. ومن حقهم طبعا الجماهير الإماراتية يحتفلوا بهذا اللقب، وتصور أنه استثمار ناجح كابتن أحمد لدولة الإمارات بشكل أكبر طبعا، كون أنه استثمار أيضا جاب نتائج كبيرة وخصوصا هذا الموسم لمانشستر سيتي. يمكن إذا تحدثنا عن النتائج المالية لمانشستر سيتي، في نتائج واضحة وهي نتائج مباشرة يمكن كثير تحدث عنها، يمكن أظن تحدثنا الحلقة الماضية. نعم. هي نتائج يمكن مخيبة للأمال، ما هي نتائج ربحية كبيرة إذا تكلمنا عن النتائج المالية المباشرة، لأن مانشستر سيتي يصرف مبالغ كبيرة في لاعبين، يستثمر في لاعبين كبار، ولذلك يعني لتأسيس نادي كبير أكيد الآن مصاريف تكون جدا كبيرة، لأن التقارير المالية الموسم الماضي مانشستر خسائر المالية 149 مليون. نعم. يعني هي أكبر خسائر لنادي
في أوروبا الموسم الماضي كانت لمانشستر سيتي. لكن كمجمل عام مانشستر سيتي أصبح وجهة بالخصوص لمدينة أبو ظبي. يشاهد طيران الاتحاد أبو ظبي للاستثمار، دائما اتخذت من مدينة مانشستر وجهة أوروبية، إنه الجميع يعني انطلاقة لقلب الاستثمارات الكبيرة لمدينة أبو ظبي. أعتقد شراكة جدا ناجحة، يعني شاهدنا الآن كذلك دورة قطر شراكة مع باريس سان جيرمان ومع برشلونة، طيران الإمارات مع أرسنال، يمكن مدينة أبو ظبي اتخذت من مانشستر سيتي. بغض النظر عن المصاريف، لكن في الأمد الطويل أكيد العوائد راح ترجع. مانشستر سيتي الآن مرتين دور صار بطل الدوري الإنجليزي، بطل كأس إنجلترا، بطل هذا الموسم دوري المحترفين، كذلك تخطى يمكن لأول مرة الدور الأول من دور الأبطال. الواضح إن 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 النادي في تقدم، يعني ما في تراجع بغض النظر عن المصاريف. لكن لو حسبنا مانشستر سيتي بيصير علامة تجارية كبيرة بعد يمكن 3-4 سنوات، مثل ما هو حال ريال مدريد، حال برشلونة، حال مانشستر يونايتد، حال بايرن ميونخ. أكيد في ذلك الوقت راح نشاهد عوائد مالية أكبر ومشجعين أكثر، شريحة أكبر. يعني لو نشاهد الإحصائيات المشجعين، ليس في أتكلم عن منطقة الخليج والإمارات بسبب يعني انحيازنا العاطفي لفريق يمثل المنطقة، لكن حتى في مناطق أخرى جغرافية سواء شرق آسيا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، إفريقيا، في مشجعين يزدادوا يوم بعد يوم من مانشستر سيتي بسبب قوة الفريق. يعني أي فريق يحقق إنجازات، والنجوم أيضا كابتن أحمد الموجودين فيه، أكيد النجوم دائما مثل ياي توري في أوروبا، في إفريقيا أفضل لاعب في إفريقيا، الجميع يتابع ياي توري. إغويرو مهاجم الأرجنتين الأكبر، عندك سيلفا في إسبانيا، نصري من فرنسا، كامباني قائد منتخب بلجيكا. أكيد هذه الأسماء كلها يعني تعطي حافز للجماهير أن تشجع مان سيتي. ويمكن في مقولة دائما في مدينة مانشستر، إن المان سيتي هو فريق المواطنون، هو فريق مشجعين مانشستر الحقيقيين. والمانشستر يونايتد هو مشجع فريق الغرباء والناس اللي من خارج مانشستر. يمكن الآن الآية راح تعكس، مانشستر سيتي راح يصبح النادي العالمي، والنادي اللي فيه مشجعين من خارج المدينة، ليس فقط تتوقع في مدينة مانشستر. ومانشستر يونايتد يعني بغض النظر، يعني هذا الموسم هو متوقع أكثر، يمكن حتى الموسم القادم بيكون في تراجع لأنه مرحلة انتقالية، لذلك أكيد راح تقل شريحة المشجعين مانشستر يونايتد وتنتقل للعدو اللدود مانشستر سيتي. عموما يعني مانشستر سيتي فعلا يستحق اللقب، يعني مانشستر سيتي لربما مثل ما ذكرت كابتن أحمد راح يكون له في المستقبل يمكن جماهير أكثر وأكثر، كون أيضا بعض المشجعين لما نادي يفوز بلقب يصيروا ينحازوا صوب هذا النادي. هذا شيء طبيعي، هو شيء طبيعي، وهي طبيعي في كرة القدم، يعني التاريخ يولد نفسه. صحيح. يمكن يعني الآن نحن اللي يتكلم عن مانشستر سيتي الآن كولادة، لما الأجيال اللي تظهر الآن أكيد بيصبح تعلقها لما تشاهد الكرة الجميلة في مانشستر سيتي بيصبح فيها تعلق. الشخص لما يكبر بعد 20 سنة أكيد هالتعلق راح يكبر ويكبر مع النادي، وراح يصبح المشجع لليوم صغير بكرة كبير. مثل أعمارنا نحن كنا من يعني في وقت سابق 99 و98 كنا نرى مانشستر أفضل فريق في كرة القدم، وصار في حب للنادي وأسلوب اللعب في النادي، لذلك ارتبطنا، وكل يعني كل شخص يرتبط بفترة زمنية معينة. أكيد الآن في إنجلترا هي فترة مانشستر سيتي، وأكيد راح ترتبط كثير من العواطف مع أداء مانشستر سيتي الآن، وراح يولد مشجعين أكيد. يعني ويكفي انه مشجعي اغلب الامارات، طبعا دولة الامارات راح ينتقلوا يمكن ربما لمانشستر سيتي، هو بغض النظر عن انه احيانا مثل ما ذكرت كابتن احمد العاطفه تجرك. لا انا حتى قبل اعتقد 3 ايام شفت في تجمع لرابطه مانشستر سيتي في الرياض، يعني موضوع خبر شدني كثير، انه حتى يعني صار في روابط مشجعين في المنطقه، ما فقط في مدينه ابو ظبي لانه التابع للعائلة المالكة، لكن حتى في الرياض في روابط في مدن أخرى خليجية، في مدن حتى في شاهد في الجزائر في المغرب يشجعوا مانشستر سيتي. يعني لو شاهدنا أمس في الاحتفال في الملعب
كان علم الجزائر موجود في الملعب. نعم. يمكن كان نصري من أصول جزائرية، لكن أكيد في مشجعين العرب تعاطفهم أكبر مع مانشستر سيتي، وهذا يولد حتى أنا يولد رابطة مشجعين. نعم. يمكن الحين ما راح تظهر بقوة، لكن صحيح. أكيد راح في الفترة القادمة راح تظهر، لأن يعني لو حسبنا على سبيل المثال مشجعين بايرن ميونخ في كل العالم، ما أتكلم عن المنطقة العربية، قبل 10 سنوات 2002 والآن نجد يعني فرق شاسع. بايرن ميونخ أصبح فريق جدا كبير ومشجعينه في كل العالم، بسبب إيش؟ بسبب الإنجازات، بسبب صحيح. تواصل الأداء. إذا مانشستر سيتي واصل على نفس المنوال ونفس الألقاب، يعني مانشستر سيتي يعني في أظن 4 سنوات أكثر من 7 ألقاب الآن، هذا دليل واضح إنه الألقاب تقلب المشجعين وتقلب الاستثمارات. نعم صحيح. تقلب الأموال أكيد. يعني الأموال بدأت أكيد في 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 في, في تنشئة النادي، كان نادي ضعيف الآن أصبح نادي كبير، لكن النجاحات هي راح تواصل الضخ في هذا النادي، وراح تعيد بالفوائد للنادي، وشيء رئيسي دائما في كرة القدم الأرباح والعوائد ما تقنى إلا بالجماهير. طبعا. لأن على سبيل المثال ريال مدريد لماذا هو أفضل نادي ماليا في العالم؟ لأنه أكثر جماهيرية. مانشستر يمكن نفس الحالة لأنه الأفضل جماهيريا في العالم. الأندية دائما الجماهير هي تولد النجاحات. نعم. المالية، لأنك شراء القمصان، تذاكر المباريات، حقوق المباريات. أنا لما أروح لشركة النقل وأدفع مبلغ لرسوم النقل، أكيد هذا المبلغ راح يروح للنادي أكيد. اللي نسبة المشاهدة لو أكبر لا ما تروح للنادي الأضعف. لذلك دائما ارتفاع نسبة المشاهدين ونسبة المتابعين لأي نادي راح تولد عوائد مالية أكبر، والعوائد المالية دائما تجيب لاعبين أكبر. نعم. واللاعبين الممتازين وأصحاب الجودة راح يجيبوا لك الألقاب طبعا. أكيد الألقاب. أكيد. والاستثمار هذا راح نفس الشيء، راح يكون عندك قدرة أنك تجيب طبعا من أفضل المدربين، على اعتبار أنه ما أي مدرب يرضى طبعا يجي يدرب مدرب مثلا صغير، لكن نادي عفوا لكن لما يكون مدرب كبير وأنه النادي بدأ يحقق كثير من الإنجازات، كل طبعا الحين مثلا مانشستر سيتي لربما أغلب مدربي العالم يتمنوا أنهم يدربوا هذا النادي. أكيد. وراح نتكلم بعد شوي أكيد عن بلغريني وإيش اللي سواه بلغريني في هذا الموسم مع مانشستر سيتي. طبعا بارك لكل عشاق مانشستر سيتي إحراز لقب الدوري الإنجليزي، مثل ما ذكرنا مو بكرة، يوم الخميس إن شاء الله راح تكون في مباراة ودية بين مانشستر سيتي، مباراة ودية استعراضية هي مع نادي العين، راح تقام على استاد هزاع بن زايد. وبكرة الأربعاء أيضا راح تكون في حصة تدريبية مفتوحة لكل مشجعي وجماهير مانشستر سيتي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، وهي فرصة طبعا لكل عشاق هذا النادي مانشستر سيتي أنهم يلتقوا بالنجوم ويلتقوا أكيد بكل اللاعبين المميزين هناك في مانشستر سيتي، راح يكونوا طبعا في أرض الإمارات. في نفس الوقت المدرب طبعا بيليغريني وبعض نجوم أيضا فريق مانشستر سيتي راح يعقد مؤتمر صحفي بكرة الأربعاء، وعدة لقاءات أيضا مع الجماهير هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وراح تختتم زيارة مانشستر سيتي للإمارات يوم الخميس بالمباراة الودية الاستعراضية اللي راح تكون مع نادي العين. طبعا نادي العين وجه دعوة لكثير من النجوم من ضمنهم إسماعيل مطر وحمدان الكمالي من نادي الوحدة الإماراتي، ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب من نادي الهلال السعودي، وأيضا من الكويت بدر المطوع نواف الخالدي والعاجي أبو بكر السانجو والبرازيل إمرسون اللي طبعا لهم أيضا خبرة في الخليج. عموما هذه أخبار مانشستر سيتي، وراح نتكلم أيضا عن بلغريني اللي حاب يتواصل أكيد معنا مستمعين ويتكلم عن مانشستر سيتي وتتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي على الرسالة 90456، وأيضا الاتصالات على 24698151 من خارج حدود السلطنة 0968246982. وما ننسى سؤال حلقتنا لليلة، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من وجهة نظرك، وأيضا أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي من وجهة نظرك كمتابع في هذا طبعا الموسم. بعض الرسائل 90456، رسالة مساء الخير من أبو محمد، مساء الخير، فرحانين كثير بالسيتي
وشكرا لك يا أخوي. اليونايتد كبير، هو يتكلم أنه مانشستر يونايتد كبير وجماهيره طبعا ليسوا كما تتوقعون، سيلحقون بالسيتي من أبو محمد. شكرا لك يا أبو محمد، مو كذا القصد يا أخوي أبو محمد، بس إحنا نقصد أنه مو جماهير اليونايتد راح يتجهوا للسيتي، هذه الظاهرة في كرة القدم معروفة. الأجيال القادمة لما تشوف نادي يتوج تروح للنادي اللي يصير عنده ألقاب واللي يصير يبدأ يظهر طبعا في 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 منطقة معينة أو في مكان معين، وهذه ظاهرة متعارفين عليها ومعروفة على مستوى العالم يا أخوي بمحمد، وتحياتنا لك وشكرا أيضا لمتابعتك. وخلك على اليونايتد، ليش تغير؟ ترى إحنا ما قصدنا أن نريدك تغير من اليونايتد، لا خلك مثبت على اليونايتد. عموما ناخذ الاتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. مساء الخير. مساء النور، حياك الله. كيف الحال؟ الله يسلمك يسرك الحال. من معانا؟ محمد عبد الله. محمد عبد الله، حياك الله يا محمد. الله يحييك ان شاء الله. مع مين يا محمد كنت في الموسم في الدوري الانجليزي؟ انا مع تشيلسي. مع تشيلسي. تشيلسي المركز الثالث. اي نعم. يلا ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. ايش حاب تضيف عن ناديك، النادي اللي تشجعه محمد؟ تشيلسي. والله تشيلسي فريق قوي، يمتلك مدرب عالمي مورينو طبعا. نعم. عنده خط ظهر قوي، بس السنة كان مشكلتهم كان في المهاجمين طبعا. أيوة، كالفتورس ما وضع طبيعي يعني. نعم. وأتوقع أنه يتم ما قدم الإضافة الجيدة يعني. أيوة وهكذا. بس عندي نقطة عن مهاجم دين بابا، اتوقع هو افضل موجودين يعني، بس مستغرب ان مورينو انه ما يشارك في المباريات وهكذا. نعم. محمد، حاب تعطينا رايك، افضل لاعب شفته في الدوري الانجليزي وافضل مدرب؟ والله من وجهه نظري افضل لاعب السنه يستاهله سواريز. اتفقت يعني معاهم ان شاء الله. والمدرب؟ والمدرب بدون كلام يعني مدرب ليفربول روجر، صراحة عمل نقلة نوعية في ليفربول. أنا تابعته من يوم كان في سوانزي وفرض شخصيته يعني، مدرب كبير. نعم. وتوفق مع ليفربول يعني. أيوة. وكان طبعاً ينافس. وأتوقع السنة الجاية يعني ما بيروح عنه بعيد الدوري إن شاء الله. أي نعم. راح نتابع. وفريقك؟ فريقي الله ان شاء الله الموسم الجاي تكون منافسه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك يا محمد، مع السلامه. حياك الله يحفظك. حياك. ناخذ اتصال ثاني. مساء الخير. 2-4-6-9-8-1-5-1. اللي حاب يتواصل معنا اتمنى يقصر شوي على صوت المذياع معاه عشان يصير عندنا كثير صدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله حمود. ايه حمود، شو اخبارك يا الهنائي؟ الحمد لله طيب، كيف اخبارك؟ الله يسلمك. مع مين كنت طيب يا حمود؟ مع مين كنت في هالموسم؟ يعني بالتوقع ولا كذا بالتشجيع بالعاطفه؟ لا تشجيعك كنت انت، مين فريقك في؟ انا اشجع مانشستر وليفربول، كنت اشجع بايرن ميونخ، الحين متوقف لحد ما يطلع منه المدرب، يطلع ابقى انا. ليش كذا على جوارديولا؟ زعلني حمود، زعلني. قبل لا يروح اصلا، قبل لا يروح بايرن ميونخ، اول ما قال يروح بايرن ميونخ خلاص يعني قلت فريق يندمر يعني. راح عنكم اللقب دور الابطال يا يا حمود. اللقب دور الابطال حتى الكاس. لا ما بيروح الكاس ان شاء الله. جدا. تعال. كيف حالك؟ الحمد لله. وين جدا شو اسمه عبد العزيز؟ اليوم بيروح اسطنبول ان شاء الله، في عنده سفر رحله عمل. انا بعد ما فكرت من عندك مفراحة زعلت لما قال لك القيصر صرح اتكلم، حتى انا مفكر عنك وانت قلت له القيصر انا ما اجيها كذا، قلت له القيصر مصاب بالزهايمر اجيبها بطريقه علميه شويه. لا هو قصده شوي صاير بيكن باور يعني ينسى كثير، هو قصده لا 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 هو عنيف. شوف كيف اكثر من حقيقة يعني، حقيقة ترى هذه كرة قدم معروفة يعني، اللاعب اذا تشتت اللاعب ترى بعرف فريق كامل، اللاعب بس اذا تشتت
يعني بين مثلا وظيفتي يعني اعطيها المدرب، ولا بين مثلا وضع نفسي ووضع يعني مطالبة، مثلا بين وضع نفسي ووضع يعني المطالبة في الملعب، فتوقع ما معطي احيانا لا، ربما عنده جانب فني ما عنده جانب بدني، فتوقع ما يعطي، فما بالك اذا كان فريق كامل متشكل. ترى كابتن يمكن تصريحات بينكن باور من الاسباب اللي ادت انه اللاعبين ما يوثقوا في المدرب. عصب عليك الحين. سمع كابتن نوال شوف بعده يجب يجيب اعذار كابتن احمد، يجيب له يا صدقني ما الموضوع ما محتاج ابدا، ولا مدرب له مكانته وحقق انجازات في فتره اقول فتره معينه ما حقق غيره. بس قصدك خبرته ما عنده الخبره اللي نقارنه ببعض المدربين، لان المواسم الماضيه بست مدربين موجودين الى الحين، اربعه منهم خمسه في الملاعب، ما عنده خبره مالهم. ما عنده مال انشيلوتي، ما عنده مال مورينو، ما عنده خبره السير لما كان في المواسم الماضيه، ما عنده في خبره فينجر. عنده انجازات قويه ينافسهم فيها، طريقه اسلوب لعبه تتماشى للحين شفناها مع برشلونه، لانه اصلا طريقه برشلونه من قبل مش سابق ما لما هو كان يدرب حتى اللي قبله، وربما شيء فرق ثانيه تتماشى معهم، لكن الفرق الالمانيه عامه وبايرن ميونخ خاصه والمنتخب الالماني طريقتهم ما تتماشى مع جوارديولا ابدا. فهو جاء، وانا اقول لك حقيقه يعني بين القاب، وانا قلت لك المره الماضيه بين القاب كان ماخذنها بكل سهوله، اقول بكل سهوله السنه الماضيه ماخذنها بكل سهوله، ما اخذها ترى الدوري اللي هو كالعاده يعني بوس دورتموند منافس، لكن انت عارف اكثر عني انا وش المشكله اللي صارت عند بوس دورتموند في نص الموسم. نعم عنده اصابات اكثر من 7-8 لاعبين اساسيين. نعم انت الحين حمود وديتنا على الالمان اكثر. الحلقه بعد الماضيه راح نتكلم عن بيب بتفصيل كامل، قصدك بعد الجايه؟ بعد الجايه. بعد الماضي. بعد القائمه. حمود خليك في الدوري الانجليزي، ركز معانا في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي انا قلت ما اعرف برنامجكم ولا في برنامج الجزن، انا قلت لما كان الارسنال متصدر له ما اعرف معكم كابتن احمد، انا قلت سالتوني قلت السيتي اقرب من تشيلسي، فحد من كباتنا قال لي ارسنال متصدر، قلت له متصدر الحين صحيح، لكن السيتي اقرب من تشيلسي. انا قلت هذا الكلمه لانه تشيلسي والسيتي كانوا هما فعلا، ليفربول كان موجود لكن ليفربول راجع بعد غيبه، يعني صعب شويه بمره كذا يفاجئهم، لكن موجود، هو موجود السنه، موجود السنه القادمه يكون وضعه افضل، يمكن حتى يحصل افضل من بطوله السنه القادمه. نعم لاعبهم غير حتى وضعه عن السنوات الماضيه لما كان عنده مشاكل كثيره، وهو فعلا افضل لاعب كان انه يفترض في الموسم في الدوري الانجليزي، هو السنوات الماضيه كان كله مشاكل نعم، مع انه عنده مستوى، لكن السنه لا تغير، يعني تغير 180 درجه لما 360، فاشوفه هو الافضل، لا يعني اللاعب الافضل. المدرب اتلتيكو ما اعرف يعني صح، ربما احنا المدربهم في ليفربول يعني سوى تغيير كبير، يعني ليفربول وين كان في السنة الماضية، لكن مدرب أتلتيكو جالس في الثلاث جبهات يعني موجود بقوة. نعم. إذا ما يوصل حالها لأكثر الأربعة فالأفضل المدرب، مع إنه عناصرهم ما تساوى عناصر ليفربول والفرق الثانية. نعم. فأشوفه المدرب الأفضل. نعم. شكرا لك يا. لا بعد ذاك شو اسمه أضعف رئيس، ما أسأل أكو أضعف رئيس أو نقول بمعنى أصح أنه أغبى رئيس مانشستر يونايتد. قوية هذه. لا هذا جائزة من عندي أنا حالة صراحة. أنا يتفوق على رئيس توتنهام؟ ها؟ يتفوق على رئيس توتنهام؟ لا عليهم كلهم براء، شوف أنت مانشستر يونايتد يعني فصار ربع سنة قادمة ما موجود، يعني ولا شفنا شيء، يعني انا الغضب معظمهم يا كيف رضيوا ان السير ما يهتم في مصلحه مانشستر ازل من ادارته، والسير مستحيل يجي يرشح لهم مدرب افضل منه، ماشي حد في العالم يسويها. وكان شيء واضح وما تداركوا، وليش ما تداركوا من نص الموسم؟ لو تداركوا من نص الموسم مصعد ابطال اوروبا وينافسوا في المسابقات هذه الباقيه، خلي الدور انت، فاعطيه هذا الجائزه صراحه.
مره. شكرا لك يا حمود. مشكورين حياكم الله. حياك الله. شكرا لك حمود، مع تحفظي على الكلمه اللي ذكرتها، اتمنى ما كنت تذكرها على الهوى يا اخوي حمود، تحياتنا لك. نرجع اللي حاب يتواصل اكيد معنا على رسالة 90456، وحديثنا اكيد معكم مستمعين، حلقتنا حلقه خاصه عن الدوري الانجليزي وما حدث هذا الموسم في الدوري الانجليزي، اللي طبعا انتهى بتتويج مانشستر سيتي. كابتن احمد، خلينا نتكلم شوي عن بيليغريني. بيليغريني طبعا اول مدرب يفوز بالدوري الانجليزي من خارج اوروبا، انجاز كبير لبيليغريني على الاقل، ما بس هذا اللقب، على الاقل هذه بروحها تكفي اول مدرب من خارج اوروبا يفوز بالدوري الانجليزي. يمكن بيليغريني شاهدناه الموسم الماضي، كنا مع فريق جدا صغير ملقة، والأداء جدا 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 رائع في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الأسباني. يعني من ميزات بيليغريني الأولى دائما هو مدرب ما يعمل مشاكل مع اللاعبين. يعني لو نقارن على سبيل المثال فترة مانشيني مع مانشستر سيتي والآن فترة بيليغريني في أول موسم، كنا مانشيني نشاهده كل موسم يعمل مشاكل مع اللاعبين، يحتك مع اللاعبين. شاهدنا مشكلة تيفيس، حتى كامباني في لاعبين غادروا، حتى نصر كان في معهم مشاكل. بيليغريني هذا الموسم كل اللاعبين ما سمعنا أي لاعب، يمكن في لاعبين كثير ما لعبوا، مينلر ما لعب كثير، نيجريدو ما لعب كثير، جيكو ما لعب كثير، في بعض صرح تصريح منتصف الموسم إنه يريد يغادر بسبب إنه ما يريد يلعب، لكن ومن ثم أعطى جيكو فرصة، وجيكو يمكن من اللاعبين اللي حسموا اللقب لمانشستر سيتي. هذه الأمور كلها ساعدت بيليغريني إنه ينشئ فريق قوي، فريق قادر. يعني من أكبر الإنجازات، أنا بغض النظر عن إنجاز الدوري، لكن أهم إنجاز لمانشستر سيتي هذا الموسم هو الصعود من دور المجموعات في دور الأبطال. هذا أعطى الفريق ثقة جدا كبيرة، بغض النظر أنا أتكلم على خسارة مباراتي برشلونة، كان فيها تفاصيل صغيرة، وبرشلونة فريق كبير وفريق محنك في دور الأبطال، لذلك ما تقارنه مع مانشستر سيتي فريق جديد. لكن الأهم لمانشستر سيتي هذا الموسم هم تخطوا المرحلة دور المجموعات في دور الأبطال، عدوها. السبب الأول هي خبرة بيليغريني في دور الأبطال، شاهدنا إنه كيف الفريق في الذهاب خسارته أمام بايرن ميونخ وأداء جدا سيء، كيف حول الفريق في الإياب وفاز على بايرن ميونخ في ميونخ. دليل واضح إن بيليغريني طور من الفريق. يعني حتى شاهدنا دور يايا توري بداية الموسم كأدوار دفاعية، ومع نهاية الموسم لما نشاهد نتائج آخر موسم في آخر 6 مباريات تغير دور ياي توري وأصبح صانع الألعاب في الفريق بعد إصابة سيلفا. يعني هالأمور التكتيكية يعني والأمور النفسية اللي خلقها بيليغريني في الفريق ساعدته إنه يتوج باللقب ويتأهل من دور المجموعات الدور الثاني في، وهذا أعتقد من أهم الإنجازات لمانشستر سيتي في تاريخه. الآن أكيد بيليغريني أمام موسم قادم، موسم كبير. يمكن النقطة الأولى للبيليغريني هي قلب الدفاع الآخر مع كامباني، راح تكون إشكالية إنه راح يقلب قلب دفاع جديد، لأن ديميكلز أعتقد إنه كان فترة مؤقتة فقط لأنه ما حصل مدافع كبير، إصابة ناستا وناستا، لا حتى بغض النظر ناستا هو أكيد راح يستمر، لكن إصابته هذا الموسم ما ساعدته إنه يتألق. يمكن الموسم القادم راح تكون دور أكثر في خط الدفاع، لكن اكيد المان سيتي راح يقلب مدافع اكبر. اعتقد هذه الان اهم التحديات امام بيليغريني. كذلك التحدي الاخر هو ابقاء النجوم، يعني بغض النظر عن المبالغ الماليه، لكن انت وجود 4 مهاجمين على سبيل المثال في خط هجوم مان سيتي ترى مشكله جدا كبيره. نيجريدو يريد يلعب، ديكو يريد يلعب، اغويرو يريد يلعب، ووتنيش يريد يلعب، يعني لما نقارن مهاجمين كلهم من الطراز العالي من 5 نجوم، إذا ما يلعبوا كلهم طول الموسم أكيد راح يكون في تذمر، في عدم راحة، في استياء. هذه من الأمور الصعبة أمام بيليغريني في الصيف إنه يقنع هاللاعبين إنهم يكملوا الموسم القادم، لأن شاهدنا إصابة إغويرو، إصابة نيجريدو، إصابة زيكو، كان في تناوب، في حتى بوزنيت دخل في أجوال مباريات، في مباريات كثيرة وسجل أهداف حاسمة مع السيتي. بسبب إنه وجود 4 مهاجمين، أنت كمدرب كيف تقدر تخلق الجو المريح للاعبين هم ما يلعبوا مباريات كرة قدم رسمية؟ هذا جدا جدا صعب. يعني خط الوسط يمكن ما في لاعبين كثير تزاحم مثل خط الهجوم. يعني أمامه بيليغريني إبقاء المهاجمين، عدم بيع أي مهاجم،
وتعزيز خط الدفاع مدافعين اكبر، لانه حتى زبلت كبير في السن، ديميكلز كبير في السن، لسكوت مدافع جدا سيء مقارنه مع تاريخه مع ايفرتون، كامباني يعني دائما هو الوحيد المقاتل في خط الدفاع. نعم. لذلك اعتقد محتاجين تجديد، حتى جو هارت محتاج حارس اخر ينافسه هو، لان شاهدنا جو هارت تدني مستواه في منتصف الموسم، كلف المان سيتي كثير نقاط وكان يكلفهم اللقب، واضطر انه يعتمد على الاحتياط، الحارس الاحتياطي، والحارس الاحتياطي ارتكب خفوات رجعت جو هارت مره ثانيه كاساسي. لذلك اعتقد انه المان سيتي كذلك محتاج حارس اخر انه ينافس جو هارت في حراسه المرمى، ما انه يحتل المركز الاساسي على الاقل كاحتياط جاهز ينافسه، انه اذا غلط موجود الحارس الجاهز اللي يدخل بدلك ويقتنص الفرصة منك في أي لحظة. نعم. راح نتكلم أيضا كابتن أحمد عن يعني مانشستر سيتي يحقق دوري الإنجليزي، لكن في المقابل في دور الأبطال يعني يغيب عن حتى نصف النهائي في دور الأبطال. وراح نتكلم يا مريم عن ليفربول، تبي تحط شيء عن ليفربول مريم؟ بس بعد شوي راح نحطها يا مريم، اللي حابة أكيد يتواصل معنا 90456 الرسائل النصية القصيرة والاتصالات على 2469-8151 من خارج حدود السلطنة 0-968-24-6-8-2-1-8. تغريداتكم عبر تويتر عبر صفحة البرنامج الكلام كروي، وحلقتنا خاصة عن الدوري الإنجليزي وملخص ما دار في هذا الموسم في الدوري الإنجليزي. اللي حاب يصوت معنا على سؤال حلقتنا لليلة، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل مدرب في الدوري الإنجليزي من وجهة نظرك، ناخذ الاتصال. مساء الخير. مساء النوار. حياك الله. يا مرحبا. من معنا؟ معك حاتم الزعابي. حياك الله يا حاتم. حياكم الله. مين فريقك في الدوري الإنجليزي يا الزعابي؟ والله شو أقول لك عن الدوري الإنجليزي دائما يمتعنا. وأنا طبعاً مشجع مانشستر يونايتد، ونقول يلا هارد لك للمانشستر يونايتد وجماهير الموسم القادم إن شاء الله خيرها في غيرها، يعني ابتعادهم عن دور الأبطال هذه أكبر يعني ابتعادهم عن دور الأبطال هذه أكبر يمكن صدمة لعشاق اليونايتد. هذا أكبر صدمة، وإذا بتروح عليها مادية يعني خسارة مادية للمانشستر يونايتد إنما صعد دور الأبطال طبعا، يعني خسارة كثيرة عندهم. لكن يلا إن شاء الله نقول المواسم القادمة إن شاء الله إنه ما يبتعد مرة ثانية، ونقول حل مشجعي السيتي مبروكين عليكم الدوري في آخر اللحظات، ودائما حظكم كذا سبحان الله، يعني حظكم حلو على اخر الدوري سبحان الله، يعني حتى الموسم الماضي اخر الدوري والسنه الموسم هذا على اخر الدوري ويلا. هو نتاج عمل طبعا سنه كامله يا حاتم، وبالنسبه لليونايتد اكيد محتاجه كثير من العمل عشان يرجع مره ثانيه للموسم القادم واللي بعده ان شاء الله نشوفه في دور الابطال. المان يونايتد تغير عليه مدرب، وبامانه يعني المدرب ما اعرف يمسك المان يونايتد صح. نعم مويس، يعني يحتاج لمدرب اول حاجه، وثاني حاجه يحتاج له يعني لاعبين، صح انه هو عنده لاعبين ومش عندهم اسماء يعني مش معروفين وكل حاجه عندنا نحن، لكن يحتاج لاسماء شويه قويه. نعم. تقوى الفريق وان شاء الله خير. ان شاء الله يا حاتم. من شفت افضل لاعب في الدوري الانجليزي وافضل مدرب هالموسم؟ والله ما اقدر اتكلم يا توري، انا اقول لك بامانه انا محبي يا توري. نعم. يعني يعجبني هذا اللاعب كثير، لاعب يعني شجاع، عنده روح قتالية في الملعب، شيء حاجات كثيرة يا ترى يعني بأمانة. نعم. والمدرب؟ المدرب لو ان سبيشال ون مورينو، السبيشال ون هو المدرب يعني مورينو، احترامه وتقديره مع تشيلسي يعني مورينو. يلا مورينو هالمرة عليه كلام شوي بنتكلم عنه إن شاء الله. شكرا لك يا الزعابي وتحياتنا لك، ومعوضين السنة الجاية. بس ممكن طلب؟ تفضل. أنا الحين في الطريق راجع من صحاب لنصحهم، بس الله يخليكم لو نبدأ بسيطة على المباراة صحاب إن شاء الله. أغنية بسيطة على الصحماوية. أغنية؟ أيوة أغنية حق الصحماوية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
مفروض منكم اليوم تودروا الدوري الانجليزي وتودروا كل حاجه وتوقفوا مع انديه الباطنه مع انديه السلطنه اللي انا تشارك في ربع النهائي. نعم، وحنا بنذكر لكم النتيجة بعد شوي أخوي حاتم، لكن إحنا عندنا برنامج، هذا برنامج كلام كروي خاص بالدوريات الأوروبية، وعندنا برنامج ثاني خاص بالأندية المحلية ومشاركتها أيضا خارج السلطنة أو حتى هنا. أنا معك، لكن لو كان يعني الوقت بوقته بيكون أحسن وأفضل. نعم، ملاحظتك واصلة أكيد، شكرا على الملاحظة أخوي حاتم، وأكيد إن شاء الله راح ناخذها بعين الاعتبار. يلا ان شاء الله، تحياتنا لك وعشان خاطرك. شكرا لك يا اخوي حاتم، عشان يعني احنا ما يصير ندخل كذا اغنيه عرض عن صحم، لكن عشان ايضا الصحماويين ان شاء الله بنحط اغنيه كذا على الاقل قصيره عن نادي صحم، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. طبعا نادي صحم يلعب اليوم مباراه الاياب في نصف نهائي ابطال الخليج مع نادي الشباب الاماراتي، المباراه هناك مقامه في دبي، وكانت المباراة طبعا اللي أقيمت هنا في السلطنة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لنادي صحم. نواصل أكيد معاكم مستمعينا في الكلام كروي، ناخذ فاصل بسيط، ناخذ بعض مريم مجهزين أغنية بسيطة عن نادي صحم بس عشان صحماوية، وراح نرجع احنا نتكلم طبعا عن الدوري الإنجليزي. ناخذ بعض الرسائل، جاهزة الأغنية نحطها وإهداء للجميع، وإن شاء الله يتوفق نادي صحن بإذن الله. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هل أنت من رواد الأعمال ولديك فكرة ترغب في تحقيقها؟ أو تطمح في تطوير أعمالك التجارية الحالية؟ إذن عليك ببرنامج تجارتي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنك الوطني العماني. تمنحك تجارتي السرعة في اتخاذ القرار من خلال فريق تجارتي وحماية تأمينية بدون الحاجة إلى تقديم ضمانات. لتحقيق طموحاتك اتصل بنا على الرقم 877-077 لتقديم طلبك.
تجارتي يد ممدودة لمساعدتك في تطوير أعمالك التجارية. تطبق الشروط والأحكام. الكلام كروي. حياكم مستمعين، نتواصل أكيد معاكم والكلام كروي والحديث عن الدوري الإنجليزي. بس إحنا طبعا حطينا أغنية لنادي الصحن كونه يلعب هذه المباراة مع نادي الشباب. طبعا حاليا الشوط الثاني متقدم نادي الشباب بهدفين مقابل هدف. نرجع معاكم مستمعينا ونتكلم عن الدوري الإنجليزي. ناخذ بعض الرسائل 90456 اللي حاب يتواصل أكيد معانا. أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأيضا أفضل مدرب. رسالة رافعين السيتي ومدربة بالسماء، بس سؤالي لكم وين بدور الأبطال؟ طاف يعني ما مسوي شيء في دوري الأبطال. إحنا هذا النقطة اللي حبيت تتكلم عنها كابتن أحمد بشكل حتى مختصر. مانشستر سيتي ما شفناه في دوري الأبطال، ما سوى شيء. أنا يمكن ذكرت قبل قليل دوري الأبطال هي ما بطولة سهلة. يمكن شاهدنا أقرب مثال بايرن ميونخ الموسم الماضي كيف كان، والموسم هذا كيف صار خسارته مع ريال مدريد. يعني المواصلة في دوري الأبطال بنفس الأداء من سابع المستحيلات. يعني ما في فريق يمكن عملها إلا مرة مرتين، صارت مع يوفنتوس مرة ومع ليفربول مرة، ما تصير يعني بصورة معتادة. لو نقارن على سبيل المثال المان سيتي واجه الدور الثاني لبرشلونة. برشلونة فريق خبير، فريق مليء بالنجوم، فريق من أكبر الفرق. يعني مع ريال مدريد وبرشلونة من أعظم الفرق، وبايرن ميونخ من أقوى الفرق بغض النظر عن الفترة اللي مر فيها برشلونة حاليا، لكن ظل خبرة اللاعبين وتعاملهم مع دور الأبطال أكبر بكثير مع قدرة مان سيتي. نعم. يعني أكيد مان سيتي حط أعلى أولويات هذا الموسم إنه يصعد للدور الثاني. صعد للدور الثاني أكيد مان سيتي راح نشاهد البطولة القادمة أقوى من هذه البطولة، لأن مان سيتي شارك ثلاث مواسم سابقة وكل المواسم يخرج من الدور الأول. هذا الموسم ظهر موسم أفضل عن الموسم الماضي وصعد للدور الثاني. أكيد الموسم القادم راح يكون موسم أفضل. بيليغريني مدرب يعني ما يستعجل النتائج دائما. هو مدرب صاحب عمل، صاحب رؤية، صاحب مشروع. يعني أول موسم معه مع السيتي أكيد راح يكون في تعزيزات في صف الفريق، راح يكون في تغييرات في بعض المراكز. أكيد راح نشاهد مان سيتي في دوري الأبطال أقوى عن الموسم الماضي. أنا ما أريد أحكم على مان سيتي في نتائجه في دوري الأبطال، لأنه نتائجه في دوري الأبطال مقارنة مع ثلاث مواسم ماضية فيها تطور ملحوظ. يعني إنك يجي مان سيتي ويشيل اللقب، نشاهد على سبيل المثال باريس سان جيرمان الموسم الماضي أمام برشلونة كان الأقرب إنه الصعود، لكن خبرة برشلونة ساعدته إنه يصعد برشلونة على حساب باريس سان جيرمان. نعم. هذا الموسم نفس الطريقة كان الأقرب إنه يصعد للدور الأربعة من تشيلسي، لكن خبرة تشيلسي لأن لاعبين مثل تيري، لامبارد، إيتو، لاعبين كثير توريس لعبوا مباريات جدا كبيرة في دوري الأبطال، اللي وصل 100 مباراة واللي وصل 99 مباراة واللي وصل 90 مباراة، ساعدتهم منهم إن هذه الخبرة إنه يفوز على باريس سان جيرمان ويصعدوا للدور الأربعة. دائما دوري الأبطال بطولة ما سهلة. نعم. ما يعني ما نقدر نقارن إنه مان سيتي خروجه مع برشلونة إنه يعتبر فشل، لا أنا أعتبره إنجاز، لأنهم لأول مرة في تاريخهم يصعدوا للدور الثاني. لذلك مان سيتي هذا يعني من أفضل مواسمهم في دوري الأبطال، لذلك يحسب لبيليغريني إنه عمل هذه الطفرة، إنك فريق يعني الآن زرع ثقة في اللاعبين إنهم قادرين الموسم القادم إنهم يقدموا أفضل. نعم. لأنه حتى أمام برشلونة يعني في مباراة الذهاب كانوا متعدين 0-0 لغاية طرد ديميكيلز وتغيرت أحداث المباراة. لو يعني لو مباراة كان في يعني بتفصيل جدا صغير بسبب طرد لاعب إنك تخسر المباراة، أعتقد يعطيهم دافع كبير إن الموسم القادم حتى لو باريو فرق كبيرة راح يقدموا أفضل مما قدموا هذا الموسم. نعم. راح نتكلم بشكل لما نتكلم عن الصفقات كابتن أحمد راح نتكلم بشكل عام عن كامل الصفقات اللي
في الدوري الإنجليزي. يعني ما راح نخصص صفقة مانشستر أو صفقة كذا كذا، راح نتكلم عن الصفقات الناجحة. لكن خلينا نتكلم شوي عن ليفربول. طبعا احنا أعطينا السيتي حقه كبطل الدوري الإنجليزي، خلونا ننتقل إلى ليفربول. ليفربول طبعا كان أيضا من أقرب المنافسين طبعا مانشستر سيتي، الفارق بس نقطتين طبعا هو في المركز الثاني. لكن ليفربول هالموسم تغير كابتن أحمد، وصار في عمل كبير، وأيضا شاهدنا تغير كبير في نادي ليفربول، والمشجعين أيضا لليفربول حتى لو ما حققوا اللقب، هم ذكروا حتى بعضهم يعني ذكروا أنه حتى لو ما حققنا اللقب لليفربول احنا سعيدين باللي صار في ليفربول هذا العام ومن التطور اللي شهده ليفربول هذا العام. باخذ اجابتك كابتن احمد بعد الاتصال. ناخذ الاتصال. مساء الخير. مساء الخير سلوى، يعطيك العافيه. حياك الله. مساء عليك ومساء الكابتن احمد. مساء النور. احمد الحراصي. هلا وسهلا. حياك الله يا احمد، شخبارك؟ يعطيكم العافيه. الله يسلمك. الله يبارك فيك. مع مين كنتي احمد؟ أنا مع الكرة الحلوة. يعني ما أنا أعرفك برشلوني، لكن في الدوري الإنجليزي ما مع حد؟ والله مش اللي ما مع حد، من عشاق مدينة مانشستر سواء كان اليونايتد أو السيتي. بس سامح الله من بهذل اليونايتد صراحة. سير وجماعته عموما. هذه حال الدنيا وحال الكرة، ودارت فين الدنيا وجانا جيك. وحاليا بنخال. بالنسبة لتتويج السيتي، أنا أتصور أنه يعني السيتي خلاص، يعني أنا الأوان أنه يفكر من الموسم القادم في بطولة الشامبيونز. لأنه في كل موسم نشوف المان سيتي يظهر بمستويات جميلة وممتعة في البطولات الإنجليزية. وسبحان الله يعني كأنه مكتوب له بس يفوز بالدوري الإنجليزي. بالنسبة لل يعني مثلا شفنا في كاس الرابطة السنة الثانية على التوالي يخسر أمام ويجن، نفس الوضعية في الشامبيونز أمام برشلونة. فأنا أتصور يعني لابد أنه مسيرين المان سيتي يفكروا أنه خلاص لابد أنه الطموح يكون أكبر من البريمير ليج. صحيح البريمير ليج طبعا بطولة وكل الأندية تتصارع عليه وتتمناها، بس يعني أعتقد أنه الإعداد للشامبيونز مثلا لابد أنه يكون بصورة أكبر. نعم. معلش سلوى شوي. تفضل. نطلع من البريمير ليج وبنروح شوي للموضوع الليغا. إحنا كنا أحمد حاطين الليغا الأسبوع القادم حلقة خاصة عن الليغا. طيب خلاص. عموما بس إحنا نقول إن شاء الله بالنسبة لجماعة برشلونة. بإذن الله تعالى ترى الدوري أبغيهم، بس أنا ما أدري يعني ظاهر هم اللي ما يبغون الدوري. بنشوف. انحصر هو الدوري الإسباني، وإحنا راح نتكلم إن شاء الله في حلقة خاصة الأسبوع القادم كله عن الدوري الإسباني بإذن الله. بإذن الله. وشكرا لك أحمد. بس ما رشحت مين أفضل لاعب ومدرب في الدوري الإنجليزي وجهة نظرك هالموسم؟ والله بالنسبة لي أفضل لاعب حقيقة، في العادة دائما نحن نقول لاعبين ألمانيا هم يكونوا في الصدارة، بس السنة بحق وحقيقة سواريز طبعا كالعادة يتميز في كل موسم. نعم. هذه السنة أنا أتصور كان له دور أساسي في قيادة ليفربول. وهذا ما رشح أنه هو ينتقل، يعني حاليا هو على لائحة انتقالات حسب الكلام أنه في كثير من الأندية تخطط سواريز. نعم. برشلونة وريال مدريد وغيرها من الأندية. 120 مليون. والله هذا والله بروح وأنا مغمض احمد. ايوه اما انا ابغي 120 نبى المليون، بس ايش اللي 119 هذا؟ روح وانت مغمض. والله هو في الاخير تبقى مساله رغبه، يعني ما كل نادي يدفع لك اعلى سعر سلوى ممكن ان انت تجيد فيه. يعني على سبيل المثال كلنا شفنا كم انتقل لريال مدريد، تقريبا 6 الى 65 مليون. وفي الاخير صار حبيس دكه البدلاء وراح الميلان وخلاص منتهي، حتى الحين راحت عليه فرصه المونديال مع المنتخب البرازيلي. صحيح. فمش كل نادي يدفع لي مبلغ معناته ان انا ممكن انا ابدع فيه بكون يعني ناجح. حتى الناس مثلا كانت تتكلم انه مثلا برشلونه بيدفع مبلغ وقدره لاوزيل. انا اضمن نجاح اوزيل لبرشلونه لانه طريقه اوزيل تناسب برشلونه على عكس يعني ما كان في ريال مدريد، ومع انه مبدع في الارسنال حاليا.
صحم 2-1 متغلبين مع الأسف خسرانين الشوط الأول. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في الشوط الثاني إن شاء الله. توفيق للعنيد النهلاوي إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك يا أحمد حياك الله. تحياتنا لك أحمد الحراسي. ليفربول كنا نتكلم عن ليفربول كابتن أحمد. التغيير اللي صار في ليفربول هم على بعد نقطتين فقط كانوا طبعا من مانشستر سيتي. ليفربول يعني أنا يجب أن نقسم الموسم قسمين أو الكلام عن ليفربول في 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 طرفين. الطرف الأول هو التطور الكبير عن الفريق مقارنة بالمواسم الماضية. أكيد ما في جدال إنه رودجس يعني شخصيا شاهدته من الموسم الماضي إنه مدرب يملك مشروع يملك قدرة إنه يحقق شيء مع ليفربول. يعني هو حقق ما قال بداية الموسم وهو الهدف من صعود دوري الأبطال. الشيء السيء في رودجس وليفربول إنه تغير أسلوب ونبرة الحديث مع نهاية الموسم. أنا دائما كنت أقارن غارسيا في روما مع سيميوني في أتلتيكو مدريد لما كنا بداية الموسم نقارن نبرة الحديث والتصريحات. كان سيميوني دائما يقول أنا ما أقارن نفسي مع برشلونة وريال مدريد، هم أكبر مني، هم المرشحون الأقرب، وأنا فقط إني الفريق الثالث والفريق الظل. الآن نشاهد إنه أتلتيكو مدريد هو من يتحكم بالقوة في إسبانيا سواء في نهائي دوري الأبطال لأن نتائجه أفضل عن ريال مدريد، وحتى في الدوري الأسباني هو لغاية الآن الجولة قبل الأخيرة هو اللي تصدر الدوري. ويحتاج تعادل في رودجس في ليفربول. بداية الموسم كان الحديث عن التأهل لدوري الأبطال، تغير الحديث لما بالخصوص بعد مباراة مانشستر سيتي إن الفريق بطل وإن الفريق ينافس على البطولة وينافس على اللقب. أنت لما تغير نبرة حديثك أكيد الغرور راح يدخل في اللاعبين، التساهل في المباريات. يعني مباراة كريستال بالاس كانت كارثة على رودجز وعلى ليفربول، وكان خياراته جدا جدا خاطئة في المباراة. وما قدر يعوض غياب هندرسون. ويعني نشاهد انه مباراة الأخيرة أمام نيوكاسل، يعني تكلمت أنا النقطة الأسبوع الماضي عن نقطة إيجر. إنه ما شارك إيجر في المباريات الحاسمة أمام تشيلسي وأمام كريستال بالاس. شاهدنا أمس إنه الغيابين هذول اللي مباراة كريستال بالاس إيجر أساسي أمام نيوكاسل، وهندرسون أساسي ورجع وغيروا الفارق في الفريق وقدر الفريق إنه يفوز في المباراة الأخيرة. يعني أمور رودجز يحتاج إنه ينظر إليها الموسم القادم، وإنه من يكون في دكة البدلاء. أن لما يغيب عني لاعب ولاعب كبير يعني مثل هندرسون، مثل جيرارد، مثل سواريز، مثل ستوريج، من راح يكون البديل؟ هل يوجد بديل في دكة الاحتياط الموسم هذا؟ الخطأ الأكبر في ليفربول إنه ما كان في دكة احتياط. يعني صفقات تقريبا 7 صفقات تعاقد معها أغلبها كانت مدافعين. الآن رودجس ماذا يعني لما نشاهد من السبعة اللاعبين اللي استخدمهم في الصيف استخدم لاعبين فقط. مونوليه الحارس وساخو في بعض فترات الدوري، ما كل فترات لأنه استخدم توري في بعض فترات قليلة. إيجور كذلك في فترات قليلة. يعني ما توفق في الصفقات. الآن السؤال بغض النظر ما توفق في الصفقات، أنت لما يعني 5 صفقات أو 6 صفقات في الموسم، موسيس عندك، سيسوكو عندك، توري عندك، اللاعب إليجري أظن لاعب أسباس. يعني 6 صفقات إيش راح يعمل معهم في الصيف؟ هل راح يرحلهم أو يعيرهم لأندية أخرى أم راح يتركوا الفريق؟ وهم ما كملوا الموسم الآن، يعني موسم واحد فقط. يعني هذه من الأعباء اللي راح وضعها رودجز على نفسه في الصيف الآن، لأن ليفربول محتاج، أنا شخصيا أرى أنه محتاج من 8 إلى 10 صفقات. محتاج إذا لاعبين أجنحة يمين ويسار، محتاج لاعب ارتكاز آخر، محتاج قلب دفاع آخر، محتاج ظهير أيسر في الفريق، محتاج حارس مرمى بديل. يعني تقريبا يعني هذولك نص فريق كامل. أكيد فريق كامل، لذلك إذا يريد ينافس في دوري الأبطال ويريد ينافس في الدوري الإنجليزي، لأن شاهدنا ليفربول قبل 5 مواسم
وصل للمركز الثاني ونافس مانشستر يونايتد على اللقب إلى آخر جولة، لكن الفريق ما عزز صفقات في الصيف، ما عمل شيء في الموسم اللي بعده ووصل للمركز السابع. لذلك أكيد الآن أمام روديجر، أمام إدارة ليفربول، عمل كبير هو كيف أن الفريق يتقدم خطوة للأمام. الآن الفريق حقق مبتغاه، وصل لدور الأبطال بغض النظر عن فشله في نيل الدوري، لكنه وصل خطوة أفضل من خطوات الموسم الماضي. أكيد، والموسم القادم راح يكون العمل أكبر لليفربول. هل إدارة ليفربول وروديجر عندهم هذه النظرة، أم وصلهم الغرور أنهم بما أنهم قدروا يتفوقوا على تشيلسي، يتفوقوا على توتنهام، يتفوقوا على إيفرتون، يتفوقوا على أرسنال، يتفوقوا على مانشستر، إنه بهالنوعية من اللاعبين قادرين ينافسوا الموسم القادم؟ أنا أعتقد لو كان تفكير مثل هالنوعية ما راح يعملوا شيء، لأنه رودجز يعني ساعده بالأساس تألق هندرسون، تألق سواريز، تألق ستوريج. يعني لما نشاهد سواريز 31 هدف، ستوريج 21 هدف، هندرسون لعب كل المباريات ما عدا المباريات اللي وقف فيها في الطرد، يعني ولا إصابة ولا غياب حتى دقيقة في الموسم. يعني هذه يعني قدرة كبيرة بدنية وسواء حتى ذهنية. طبعا ما تكون عند أي لاعب، ولاعب هو يعني كان محل انتقادات، لأنه داغليش أتى باللاعب من سندرلان وكان في كلام كثير إنه لاعب ما من وزن ليفربول، لكن اللاعب أثبت نفسه وأثبت إنه صفقة جدا رابحة مع الآن مع في الفريق هذا الموسم. هل هندرسون بعد كأس العالم، هو الآن في ذهب لكأس العالم، هل راح يستمر بنفس الموسم؟ لأنه أكيد نتائج المنتخب راح تأثر. نعم، على أي لاعب، لأنه كأس العالم شيء عاطفي، وأربع سنوات وأنت يمكن لاعب ما راح يلعب مرة ثانية. أكيد العواطف راح تأثر، يعني قبل كأس العالم وبعد الكأس العالم. دائما هذا الموسم اللي قبل كأس العالم عاطفي كثير، واللي بعده أكيد نفس الشيء تأثيراته راح تستمر يمكن لمنتصف الموسم. لذلك ليفربول أكيد هو حلم طبعا كأس العالم. ليفربول الآن يعني أنا أعتقد أن التحدي سوق الانتقالات، هل هم راح يكونوا قويين في سوق الانتقالات؟ لأن شاهدنا الصحافة الإنجليزية تربط لالانا لاعب ساوثامبتون معهم، وأنه قريب من القدوم، أعتقد لو قدم لليفربول، لاعب جدا كبير ولاعب شاب ويعمل إضافة، لكن أكيد محتاجين كذلك لاعبين آخرين. والأمر الأهم واللي نحطه ما بين 10 أقواس هو الحفاظ على لويس سواريز من أنياب ريال مدريد، لأنه أنا يعني حتى إذا كنت أختلف إنه هل راح يفيد ريال مدريد أو لا، لكن ريال مدريد أكيد ليس فنيا فقط، حتى جانب الإعلاني ومادي أكيد، إنه سواريز لو أتى ريال مدريد أكيد راح يكون صفقة مالية جدا مربحة للريال. طبعا عموما إحنا مريم حط شيء لليفربول، صحهم المركز الثاني بس يستاهلوا شيء لأنهم غيروا شيء هالموسم. بعد ليفربول راح نتكلم شوي عن السبيشال وان، إيش سوى هالموسم مورينهو ومع نادي تشيلسي، وراح نتكلم أيضا عن أرسنال فينجر أيضا كيف كان موسمه مع الأرسنال. نتواصل أكيد معكم مستمعين، اللي حاب يتواصل معنا 90456. أخذ بعض الرسائل مريم، بعدين نحط أغنية ليفربول. توري بالمناصفة مع سواريز، هم الأفضل، وأفضل مدرب هو مدرب سيتي بلغريني، وطبعا سيتي يستاهل الدوري من الخنبشي، تحياتنا لك، أمسيكم بعطر المسك وأجمل مسا لكم للكابتن أحمد، شكرا لك. ويتكلم عن السيتي إنه يستحق، شكرا لك يا أخوي، أتمنى لو ذاكر اسمك في نهاية الرسالة. ناصر اليافعي، أحسن مدرب ومدرب ليفربول، عطوه حقه. تكلمنا عن طبعا رودريجز قبل شوي، ويايا توري هو أفضل لاعب بالنسبة له في الدوري الإنجليزي هالموسم. الليفر عادة من بعيد، والعود أحمد بصراحة فن وإبداع وإصرار. بصراحة ما كثير واضح عندي الرسالة. ويتكلم عن مدرب ليفربول، احنا تكلمنا قبل شوي عن مدرب ليفربول، شكرا لك يا ابو الوليد الخنبشي، شكرا لك. رسالة جيد، يعني السيتي يتحسن والسنة القادمة بيتخطى الدور الثاني. شكرا لك يا اخوي صاحب الرسالة.
هو قصده يتكلم عن السيتي اللي ربما في دور الأبطال. إحنا تكلمنا عن السيتي في دور الأبطال هالسنة، اللي ربما يكون دور الأبطال في السنة القادمة أفضل للسيتي. شكرا لك صاحب الرسالة 299، أتمنى لو ذاكر اسمك في نهاية الرسالة. ناخذ شيء عن ليفربول ونرجع نتكلم عن سبيشل ون. Of the crop, drawing all our strength from the roar of the cop. It's all for one and one for all. Pass a move, we're talking total football. Here we go again, Roy Dread the Machine. Liverpool, the greatest team the world has ever seen. Stevie, take it away. Shaggy in flight, now it's Judgment Day. Digger in the middle, weaving his spell. Chasing McAteer like a bat out of hell. Red alert, red nap in attack. Jamie's got the look, Jamie's got the neck. Carly Moore in overdrive, ain't seen nothing yet. Stanley on the goods, but gonna bust the net. حياكم مستمعينا، نتواصل معاكم في الكلام كروي وحديثنا عن الدوري الإنجليزي وملخص للبريمير ليج لهذا الموسم اللي طبعا توج بلقب مانشستر سيتي. تكلمنا عن السيتي، عن ليفربول، حديثنا هالمرة عن المركز الثالث تشيلسي. نتكلم عن تشيلسي كابتن أحمد، دا دوري ولا دور أبطال ولا بطولة وسبيشال وان، تصريحات وأمور في النهاية ما شفنا شيء هالموسم. أعتقد يمكن جوزيه مورينيو هالموسم هو موسم وضع النقاط على الحروف، لأنه أتى للفريق في مهاجمين ديمبابا وتوريس في الفريق كانوا موجودين، وأتى بإيتو. يمكن إيتو أتى بسبب أعتقد أنه من الأشياء السيئة كانت لمورينيو في الصيف الماضي أنه تعلق كبير بواين روني. يعني بسبب الخلافات اللي كانت ما بين واين روني وسير أليكس فريكسون بداية الصيف الماضي، مورينيو يعني اعتبر أن صفقة واين روني مؤكد لتشيلسي، وأغلب تصريحاته كانت تؤكد هذا الكلام، وهو اللي يعني تفاجأ بتغيير واين روني لوجهته وتجديده العقد اللي في مانشستر وبقاه في مانشستر. لذلك يعني كانت صفقة إيتو هي صفقة
من الصفقات كما يقول الطارئة اللي فقط تغطي بعض الأماكن. يمكن إيتو قدم موسم يعني أنا أعتبره ممتاز مقارنة بسن إيتو سواء في دوري الأبطال أو في الدوري الإنجليزي، لكن أكيد مثل سن إيتو ما راح يؤدي في مباريات أكثر من 50 مباراة وكل مباريات قوية. كذلك نزول المستوى توريس. الآن مورينيو يعني ما أعتبره موسم، هو موسم فاشل، لأنه الفريق لعب كأس السوبر الأوروبي، وصل نصف نهائي دوري الأبطال، نافس في الدوري الجولة قبل الأخيرة. يعني ما نقدر نقول إنه فشل، لكن لما نقارن الكرة العالمية حتى يمكن نافس في إنجلترا حتى في دول أخرى، المنافسة ما أصبحت يعني مقتصرة ما بين فريقين فقط، لا، المنافسة أصبحت أكبر من ذلك، تشاهد 6 أو 7 فرق. يعني على سبيل المثال الموسم القادم، نحن إذا تكلمنا من الآن، أكيد راح يكون في فريق ضحية مثل مانشستر يونايتد الموسم القادم، لأنه يعني الإمكانيات المادية لو نقارن مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، هذه كلها من نفس الطينة. لذلك أي واحد يوصل منهم المركز الخامس ما يصعد لدوري الأبطال، الجميع راح يقول إنه فاشل وإنه فريق سيء وفريق ما قادر. لذلك أكيد راح تكون ضحية، بغض النظر يعني ما راح الاتحاد الأوروبي راح يزيد مركز للكرة الإنجليزية وراح يقال إنه في هناك 6 مراكز أو 5 مراكز في دوري الأبطال، لا، هو هي 4 مراكز، اللي ما يوصل ياخذ ال4 مراكز هذه يعني ما بيوصل، بيكون فاشل. لو على سبيل المثال يعني اللي صاعدين دوري الأبطال، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، أرسنال، يعني من الفريق اللي نقول الموسم القادم ما يصعد منها ويحل مكانه مانشستر أو توتنهام، الفريقين اللي ما صعدوا من فرق النخبة، ليفربول، تشيلسي، مانشستر، أرسنال. يعني لذلك أكيد راح يكون الكلام الموسم القادم إنه فريق فاشل وفريق ما قادر، نفس الحكاية اللي تكلمت على مانشستر يونايتد. لذلك وصول مورينيو إنه بقاء في المركز الثالث أنا أعتبره نجاح، وصوله لنصف النهائي دوري الأبطال نجاح. والشيء الجميل في مورينيو صفقات الشتاء، يعني صفقات الشتاء دلت دلالة واضحة إن مورينيو قادر يركز وعاد له التركيز في سوق الانتقالات. الصفقة الأولى ماتيتش، يعني صفقة أنا أعطيها إذا 1000% إنها ناجحة، يعني بالخص في مركز الارتكاز. أنا تكلمت بداية الموسم إنه أسوأ مركز في تشيلسي هو الارتكاز الدفاعي، لأن راميريز، لا ميكيل، لا لامبارد ما قادرين يغطوا هذا المركز، ولا لويس. يعني أتى بماتيتش في الانتقالات الشتوية وغير كثير في خط وسط تشيلسي. يعني تشيلسي من يعني لو قارن نتائج تشيلسي ما خسر من أي فريق كبير من الفرق الكبيرة، فاز ليفربول ذهاب وإياب، فاز سيتي ذهاب وإياب، فاز على مانشستر وتعادل، فاز على الأرسنال وتعادل. لذلك كل الفرق الكبيرة حتى توتنهام فاز عليهم وتعادل. يعني هذا دليل واضح إنه مورينيو دائما مدرب المباريات الكبيرة، مدرب الأحداث الكبيرة. يعني خروجه بدون ألقاب يعني ما يعطينا أي حق إن نقول إنه تشيلسي فاشل وإنه مورينيو فاشل، لا، هي في بعض المواسم أكيد بعض المدربين صحيح ما يوفقوا في نهاية الموسم، المحصلة ما تكون ما تساعدهم. لكن لما تنظر المحصلة إن الفريق ينافس الجولة قبل الأخيرة في الدوري، يصل لنصف نهائي دوري الأبطال، يعني هذا دليل واضح إنه كان في عمل. لكن المحصلة ما ساعدته. لكن لما نقارن مع في فرق أخرى يعني تبتعد عن المنافسة من منتصف الموسم، تخرج من دوري الأبطال من الدوري الأول، أكيد هذه يعني نقدر نطلق عليها لقب الفشل ولقب خيبة الأمل. هو الفرق بس 4 نقاط يعني عن هو الجولة قبل الماضية اللي خسرها، يعني ما في الجولة الأخيرة، قبل الأخيرة اللي فقد فيها اللقب. لذلك يعني أنا مورينيو أكيد راح يعزز الفريق، ومورينيو قادر إنه يعزز الفريق. يمكن لو نقارن تاريخ مورينيو كمدرب، يمكن من يعني هذه من أسوأ النتائج له، وهو في الأخير يحقق مركز ثالث ويصعد نصف نهائي دوري الأبطال. لذلك يعني المدرب هذا دائما هو صاحب جدل وصاحب حديث كثير. وأي غلطة منه وأي يعني عدم تحصله لأي لقب
مشجعينه حتى أعدائه دائما يقولوا إنه فشل، مثل ما تكلمنا على قبل قليل عن بيب والبايرن ميونخ، يعني لما قارن موسم بيب لغاية الآن كأس العالم دول ألماني كأس السوبر وخسر فقط دول الأبطال لغاية الآن البطولة اللي خسرها، ومشجعين بايرن ميونخ يقولوا إنه فاشل. لذلك دائما محبين والأعداء طبعا المدربين الكبار يعني ما يسمحون لهم أي زلة بأي خطأ وأي خطأ لازم، نعم. أما اللقب وأما الفشل ما في خيار، يعني الطموح للفرق الكبيرة ومشجعينها كذا دائما إنه إذا ما أكون الأول معناته أنا أكون الأخير. لذلك مشجعين تشيلسي ومشجعين مورينيو تعودوا على الألقاب من مورينيو، لذلك دائما هذه خيبة أمل. لكن أنا أعتقد إنه ظروف النادي وظروف اللي سواء ظروف المنافسة نقطة أولى، يعني قوة المنافسة ما هي كانت مثل 2004 في تشيلسي، نعم. في الدوري الإنجليزي وكذلك، لكن ربما يعود أكيد الموسم القادم تشيلسي على اعتبار أنه كابتن أحمد، يعني في خبر طبعا عن أن كوستا هداف أتلتيكو مدريد توصل الاتفاق مع تشيلسي أنه راح ينتقل خلاص بمبلغ 32 مليون جنيه تقريبا، صفقة تمت 32 أنا مليون جنيه استرليني تمت. طبعا مورينها معجم جدا بكوستا، خلينا راح نكمل إن شاء الله الحديث عن كوستا وانتقاله. وغونتيري قدر كذلك إذا تشيلسي أكيد إذا انتقل، هي شبه أنها تمت صفقة كوستا لتشيلسي. ناخذ الاتصال. مساء الخير. مساء النور. حياك الله. كيفكم أخباركم؟ الله يسلمك، إنت شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. من معانا؟ معك محمد بطاشي. عفوا مين؟ أحمد بطاشي. أحمد حياك الله يا أحمد. شو موضوعكم عن البرنامج اليوم؟ اليوم حلقة خاصة عن الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي. أنت مع مين يا أحمد في الدوري الإنجليزي؟ الدوري الإنجليزي ليفربول. ليفربول المركز الثاني ليفربول الموسم. إيش حاب تضيف؟ ليفربول المشكلة ما توفق في المشكلة في البدلاء. يعني هالموسم ليفربول قدم موسم استثنائي من 24 سنة. بس عارف الظروف ما خدمته، خاصة مباراة تشيلسي هي اللي حسمت كل شيء. مباراة تشيلسي تعتبرها يعني الظروف ما خدمته أو قراءة المدرب كانت خاطئة في المباراة؟ والله قراءة المدرب، وبعدين مورينيو لعب يعني ما شاء الله سكر كامل المناطق على ليفربول، المدرب روجرز ما عرف يتصرف. زين لو سكرته مثل لو كان التعادل يسدكم تشيل اللقب. مشكلة في عرضك، صعب تلعب مدافع. تعرف الكرة ليفربول كرة جميلة وهجومية. بس ايش رايك احمد في ليفربول هالموسم؟ ما تحس انه في تقدم كبير؟ في تقدم بعد 5 سنوات، يعني لا مشاركات أوروبية ولا منافسة بعد موسم 2007 تقريبا. نعم. والحين يعني رجع، شوف الموسم القادم ان شاء الله استثنائي، خاصة اذا دعم الفريق بلاعبين الوسط، خاصة اللاعب ارتكاز بعد ما راح تشافي الونسو ومسكرانو وما حد غطى مكانهم. نعم اكيد راح تكون في صفقات لليفربول، خاصة انه راح يتواجد في دوري الابطال السنة الجاية. يعني اكيد لازم، واتمنى يبقى سواريز يعني ما يروح ريال مدريد. هذا عاد مشكلة، هذا بيريز مشكلة مخوف العالم بفلوس. فلوس السالفة فيها في ملايين يا أحمد. هو الجميل إنه سواريز جدد العقد الموسم الماضي، لذلك يعني الحين باقي 4 سنوات، لذلك أكيد راح يكون الكسر للعقد أقل شيء 120 مليون. لذلك إنه ريال مدريد لازم يدفع 120 مليون. هذا بيريز عادي يدفعهم على البراد. ويدفعهم وهو مغمض. أيوه، وطبعا أفضل فريق ليفربول وافضل مدرب صراحه انا اشوف مدرب ايفرتون مارتينيز، لانه في عنده فريق ما عنده نجوم كثير بس قدم موسم حلو يعني. صحيح في المركز الخامس ايفرتون. ايوه بس تعرف الظروف ما خدمته، يعني في لعيبه صحيح اصابات خاصه لوكاكو نهايه الموسم هو اللي اثر عليهم، نعم. وكان القوه الضاربه في الفريق. نعم. وافضل لاعب طبعا محتار بين سواريز وتوري، انهم قدموا موسم استثنائي بعد نفس الشيء. صحيح يستاهلوا الاثنين، كان موسم جدا رائع اكيد. اصلا يا توري بعد ما انتقل من برشلونه واجد تطور مستواه في سيتي. نعم فعلا اكثر ادوار هجوميه وكان حاسم اكثر منه مناسب يعني. نعم شكرا لك يا احمد. عفوا اختي. حياك الله. ان شاء الله الموسم القادم يكون موسم افضل لليفربول. أتوقع موسم يكون صعب جدا، لأن بعد ما شفته بيرجع توتنهام بيرجع أكيد.
أكيد. أتمنى التوفيق ليفربول إن شاء الله يأخذ الدوري إن شاء الله يا أحمد. شكرا لك. أنت في الأبطال. نعم. الموسم القادم إن شاء الله. مشكورين. حياك الله يا أحمد. تحياتنا لك. شكرا لك يا أحمد. اللي حاب يتواصل معنا 2-4-6-9-8-1-5-1 من خارج حدود السلطنة 0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. حديثنا عن دول الأبطال خلاص ما بقى شيء في دول الأبطال إلى المباراة النهائية طبعا في لشبونة بين الريال وأتلتيكو مدريد. عموما احنا حلقتنا مستمعينا خاصة عن الدوري الإنجليزي وختام هذا الموسم طبعا بتتويج مانشستر سيتي. كنا نتكلم كابتن عن صفقة كوستا اللي تقريبا شبه تمت 32 مليون جنيه استرليني انتقال كوستا إلى ستانفورد بريدج مع سبيشال وان. أنا دائما عندي قناعة إني ما أقتنع بأي صفقة إلا من أشوف اللاعب لابس القميص. أنت صعب إقناعك عيل. لأنه تعودنا من الصحافة دائما أخبار. أنا يمكن هو شبكة سكاي سبورت طبعا هي اللي نشرت. سكاي سبورت اللي نشرت الخبر. نعم. يعني سكاي سبورت دائما أخبارها فيها مصداقية بعض الشيء. نعم. 99.9% يعني مصداقية. لكن ما زلت أقول إنه لازم نشوف كوستا بقميص السيتي ومن ثم لكن بغض النظر أكيد. إيش رأيك في ال؟ أكيد يعني سواء كوستا أو غير كوستا راح نشاهد مهاجم سوبر ستار في تشيلسي الموسم القادم. أكيد هذا شيء بديهي وشيء ما يختلف عليه اثنين إنه مورينيو راح يقلب مهاجم كبير. يعني أنا بغض النظر عن قدوم كوستا، الأهم الآن هو التجديد مع جونتيري. جونتيري كان يعني أنا أعطيه أفضل لاعب في تشيلسي هذا الموسم. إنه بهذا السن واصل بنفس المستوى وكان قائد خط الدفاع بصورة عالية. أعتقد إنه مكافأة مورينيو لجونتيري إنه جدد له موسم آخر. أعتقد هذا أفضل إنجازات الآن اللي في سوق الانتقالات، إنك تجدد مع كابتن الفريق لموسم آخر تعطيه فرصة إنه يقود الفريق. أعتقد وجود كونتيري جدا مهم الموسم القادم سواء خبرته الأوروبية لأنه وصل الآن مباراته 100 في دول أبطال، كذلك قدرته في الدول الإنجليزي، قدرته في تسجيل أهداف، في سلوكيات اللاعبين. نعم. يعني كونتيري هو ملهم جماهير تشيلسي لأنه أقدم لاعب مع لامبارد الآن في الفريق. صحيح. ولذلك وجوده في الفريق الموسم القادم قوة إضافية لمورينيو لأنه راح يساعده في التواصل مع اللاعبين وراح يعزز قدرة تواصل مورينيو مع اللاعبين قدرة داخل الملعب، لأنه كونتيري أكيد راح ينقل تعليمات مورينيو مع المدافعين بخصوص في خط الدفاع واللاعبين. نعم. الارتكاز. نعم. طبعا هذا حديثنا كان عن تشيلسي. بشكل حتى سريع راح ننتقل الى ارسنال، ايفرتون، توتنهام واليونايتد، على اعتبار احنا اخترنا السبعة طبعا الاوائل في الدوري الانجليزي في ترتيب الدوري الانجليزي. ناخذ هذه المكالمة عشان ما يطول معانا على الخط. مساء الخير. مساء النور. حياك الله. الله يحييك. معك حميد، بس عندي مداخلة بسيطة. عفوا، مين؟ حميد. حياك الله اخوي حميد، تفضل. بخصوص ليفربول، يعني اعتقد ضيعوا الدوري وحده، يعني خاصه المباراه اللي قبل الاخيره اللي شغلون 10 دقائق تعادل 3-3. راح اشوفها قويه على ليفربول، بياخذون 10 دقائق فريق منافس يرجع 3 اهداف. يعني مش هدف دفين، 3 اهداف. نعم. وما في بعض المباريات المدرب حس ما قادر يقرأ المباراة بشكل جيد. أما بخصوص تشيلسي، تصريحات مورينيو أعتقد من بدايات الجزء الثاني من الدوري كان يعني يقول أنه ما متوقع يأخذ الدوري. نعم. وكان تصريحات شوية على الدفاع خاصة حتى على اللامبارد، يعني تصريحات شوية كانت محرجة للمحس. يعني مانشستر سيتي تقريبا يستحق الدوري، بيليجريني عمل شيء كبير بالفريق، غير أشياء كثيرة. صحيح. توظيف اللاعبين بشكل ممتاز، يايا توري قدم موسم
استثنائي صراحة، يكون من الهدافين من ضمن 3-4 الهدافين الأوائل الهدافين يعني. نعم. هذا يحسب المدرب أو. أكيد. حياك الله اخوي حميد، تسلم، جزاك الله خير، حياك الله. جميل هذا الموسم انه مشجعين ليفربول طلعوا. صحيح هذا اللي كنت ذكرنا النقطه هذه كابتن احمد الاسبوع الماضي، انه جماهير ليفربول بدينا نشوف جماهير ليفربول انا كنت شاهد اخر مباراه ما بين السيتي مباراه السيتي وويست هام وليفربول ونيوكاسل في مقهى، يعني المقهى كان بالكامل، يعني ما في كرسي فاضي، كلهم مشجعين ليفربول، مشجعين يعني مجانين. جميل هذا التشجيع، يعني حلو انه ما ينحصر تشجيع لفرق معينه، يعني مثلا برشلونه ريال كذا الفرق هذه. بس الجميل انه اغلبهم يعني فوق ال 35، يعني كلهم اغلبهم شياب من الزمن الجميل لليفربول. نعم. خلونا نتكلم شوي كابتن احمد عن الارسنال. فينجر كان موسم بالنسبة له صعب جدا مع أرسنال هذا الموسم. أرسنال لا جديد يعاد، يعني فريق في يعني أنا أعتقد هذا الموسم بالذات، هذا الموسم يعني الموسم الماضي يمكن كافح كثيرا إنه يبقى في المركز الرابع مع منافسته مع توتنهام لآخر مباراة، لكن هذا الموسم أعتقد إنه إيفرتون فرط في الفرصة وليس أرسنال من فاز بالمركز الرابع، لأنه إيفرتون يعني مباراته مع أرسنال فاز فيها 3-0 ومن ثم خسر خسارتين مباشرة بعد فوز على أرسنال، خسارتين ما متوقعة أبدا واللي رشحت أنه أرسنال في آخر 6 مباريات أداء المتواصل الجيد إنه يكون مركز الرابع. لما نشاهد أرسن فينجر وخبرته، يعني أكثر مدرب الآن خبرة في الدوري الإنجليزي، المفروض أنه يعني ومع صفقة أوزيل واللاعبين خذوا ثقة، وهو 128 يوم في صدارة الدوري الإنجليزي، يعني أكثر فريق تصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم هو أرسنال، وفي الأخير المحصلة منافسة إيفرتون على المركز الرابع. أعتقد يعني مثل حال آخر تقريبا 6 أو 5 أو 7 مواسم الأرسنال فقط في المركز الرابع أو المركز الثالث، وينافس فقط على مقعد أوروبي وليس ينافس على الصدارة. يعني ليفربول إمكانياته وإمكانيات أرسنال لو قارنها على سبيل المثال، ليفربول أقل بكثير. نعم. يعني يمكن سواريز نحطه على جنب، لكن متوسط ألعاب لاعبين ليفربول 21 عام، يعني لو نشاهد هندرسون، ألين، لوكاس، رحيم، كوتينو، ستوريتش، فينغن، كلهم لاعبين جدا مونليه، لاعبين جدا صغار، يعني صحيح. يعني لاعبين يلعبوا في المنتخبات العمرية، يعني واحد تحت 21 سنة. ولما تقارنهم مع لاعبين أرسنال، روزيسكي، أوزيل، بودوليسكي، اللاعب الأسباني كازولا، أرتيتا، ماتسيكر في خط الدفاع، فلاميني في خط الوسط، يعني جدا أسماء كبيرة كلها تلعب أساسي في منتخبات بلدانها، جيرو في خط الهجوم. يعني ما لاعبين دوليين ولاعبين كبار، يعني اللي يقول لاعبين أرسنال هم لاعبين كبار. لو نشاهد أوزيل بودوليسكي أساسيين مع منتخب ألمانيا، يمكن اللاعبين الأسبان أرتيتا وكازولا ما أساسيين، روزيسكي أساسي مع منتخب التشيك، جيرو أساسي مع منتخب فرنسا، من اسم متساكر أساسي مع منتخب ألمانيا، ثانية أساسي مع منتخب فرنسا، يعني خبرة كبيرة أكيد، خبرة لاعبين، وهو مدرب كبير ومدرب محنك في الدوري الإنجليزي، وأقدم من مورينيو، أقدم من بلغريني، أقدم من رودجز، أقدم من مارتينيز، أقدم من مويس، لذلك أنت يعني نافس فقط على المركز الرابع. أعتقد أنه فينجر ما قدم أي شيء جديد للكرة الإنجليزية هذا الموسم، صحيح محتاج يعيد حسابات الموسم حتى المقالب. ما شفنا شيء مختلف في أرسنال أصلا. أنا كنت توقعت أنه يكون آخر موسم لفينجر، يعني كان تكون منه الشجاعة أنه يقدم استقالته ويكتفي بما قدمه مع أرسنال ويعطي فرصة لمدرب جديد أنه يقود الفريق، لكن استغربت أنه يعني ذكر في مؤتمر صحفي، آخر مؤتمر صحفي، أنه راح يستمر الموسم القادم. أتمنى أنه أرسنال فينجر يقدم فكر جديد، يعني ينعش أرسنال فيه، ليس فقط في الدوري الإنجليزي حتى في دوري الأبطال، لأنه يعني مشجعين أرسنال
ملوا من من, من سالفة المركز الرابع. يعني الفرحة والثورة اللي قام بها بداية الموسم أعطتهم أمال كبيرة إنه الفريق قادر إنه يشيل للدوري وعلى الأقل ينافس بغض النظر عن وجودهم الآن في نهاية كأس إنجلترا ومباراتهم مع هال سيتي، لكن هذه ما راح تشفع له. يمكن راح تعيد لقب واحد، يعني آخر 10 سنوات ما في لقب، وهذا راح يعيد لقب لأرسنال. لكن يعني أعتقد إنه فشل، يعني أنت تصدر 128 يوم للدوري الإنجليزي وفي الأخير تنهي الموسم مركز رابع. أعتقد إنه فشل لأرسنال فينجر، لأنه كان ما راح تأتي هذه الفرصة مرة أخرى، لأنه كانت الظروف جدا ملائمة إن أرسنال يحقق شيء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على الأقل يصلح يعني شيء من في نفوس، يعني على الأقل جماهير الأرسنال، لأنه أصبحت جماهير الأرسنال متعطشة أكيد كابتن أحمد يعني للقب. أغلى تذاكر في الدوري الإنجليزي هي تذاكر ملعب الأرسنال، ملعب استاد الإمارات. أكثر مشجعين يعني وفانا أعتقد، يعني مع يعني حتى ليفربول اللي نقول إنه مشجعين أوفياء، فريقهم حقق له الأبطال في الفترة اللي وحقق كأس إنجلترا في الفترة اللي أرسنال ما حقق فيها أي شيء، وصلوا مركز ثاني مرتين. لذلك يعني كان في بعض اللحظات الجميلة عند ليفربول، لكن لما نشوف أرسنال ما في لحظات جميلة حققها أرسن فينجر في آخر 10 سنوات للجماهير، وما زالت الجماهير تشجع تملي يعني ملعب أرسنال، يعني من أصعب مستحيلات إنك تحصل تذكرة تروح الملعب، يعني الجماهير ما زالت تقف مع الفريق. نعم. لذلك أعتقد إنه الموسم القادم إذا أرسن فينجر ما حقق شيء، أعتقد تبدأ الثقة تهتز مثل ما اهتزت في جماهير مانشستر مع مويس. أعتقد إنه راح تهتز هذا الموسم القادم مع أرسن فينجر، وراح تطلع الأصوات اللي تطالب بالإطاحة برأس أرسن فينجر. نعم. وأنا أتوقع الموسم القادم إذا ما قدم جديد يكون آخر موسم لأرسن فينجر. والله إدارة الأرسنال أشوفها كثير متمسكة في فينجر، بس ما يعني في ظل المنافسة القوية أكيد الأرسنال راح ينزل المرتبة، لذلك العوائد المالية راح تنزل. أنت لما ما تقدم جديد وما في خطوة للأمام وتوقف نفس الموقف، أكيد ما راح تكسب مستثمرين جدد، عوائد مالية جديدة، إعلانات جديدة. لذلك يعني لأن الشركات تنظر للفرق الأنجح، يعني تنظر مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، وإذا مانشستر أكيد مانشستر يونايتد راح يدخل سوق الانتقالات بقوة جدا كبيرة، لأنه مركز سابع ما يناسب طموحات الفريق. لذلك هذا يمكن راح يأثر على أرسنال في مركزه، لأنه مانشستر يعني يمكن هذا الصيف ما دخل بقوة الصيف الماضي إلا صفقة في اللايني فقط اللي كان أتت في الصيف. لذلك أكيد هذا الصيف راح أتوقع يقلب كثير من اللاعبين. يعني الآن لما نشاهد اعتزال جيجز، اعتزال ريو، اعتزال فيديتش، اعتزال انتقال إيفرا، يعني هذول 5 لاعبين هم من ركائز الفريق راح يعتزلوا، أكيد راح تأتي صفقات جديدة لمانشستر يونايتد تعوض هذولا، وهذه الصفقات أكيد راح تكون من لاعبين سوبر ستار وراح يأثروا على نتائج أرسنال، لأنه مانشستر منافس مباشر للأرسنال. أكيد يعني الأرسنال ضروري أنه ينقذ نفسه في الموسم أكيد، لأن القادم هذا الموسم قلنا منافسة جدا شرسة، الموسم القادم راح تكون أشرس وأشرس وأشرس، لأنه المدربين الجدد بيلي جريني، مارتينيز اللي نفسه الآن، كذلك مورينيو، وحتى المدرب الجديد اللي راح يكون في مانشستر، والمدرب الجديد اللي راح يكون في توتنهام. نعم. يعني هذول اللي راح يكونوا مدربين جدد اكيد راح يكون طموحهم اكبر. لذلك يعني فينجر منافسه الموسم القادم راح تكون اقوى من المنافسه في هذا الموسم، لذلك راح على أرسن فينجر صفقات جديده، كذلك بغض النظر عن الصفقات نظره جديده في كره القدم. نعم. يعني انا شاهدنا أرسن فينجر في مباريات يلعب امام تشيلسي، امام مانشستر، وامام مانشستر سيتي يلعب بارتكاز واحد، وانت مباراه مع فريق قوي وفريق قدرات هجومية، شاهدنا يخسر من ليفربول بالخمسة، يخسر من تشيلسي بالخمسة، يعني نتائج كبيرة في حق أرسن فينجر أنك تخسر بالخمسة وأنت مدرب يعني كبير عندك وكبير وخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، أكثر خبرة من منافسين، أكثر خبرة من رودز، أكثر خبرة من مورينيو في الدوري الإنجليزي، ذلك يعني ما مبرر أنك تخسر منهم بالخمسة. نعم. بالحديث كابتن أحمد، طبعا هذا بشكل مختصر عن أرسنال، لكن خلينا نجمل بشكل أيضا مختصر طبعا في الدقائق العشرة الأخيرة، محتاج وقت بدل ضايع وقت بدل ضايع عند حكمتنا الدولية. عطوك الشارة الدولية مريم ولا بعد؟
بنعطيك اشاره دوليه عشان تحكمي مباريات دوليه. عموما ايفرتون مارتينيز موسم مارتينيز اعتقد كان موسم جميل كابتن احمد هذا الموسم في المركز الخامس على الامكانيات الموجوده على الاقل. موسم جميل لكن بنهايه غير سعيده يعني ده عاده الافلام تكون نهايتها سعيده لكن ما دائما الحين افلام هالزمان شويه فيها حزن. يعني ايفرتون كانوا انا اعتبرهم فاكهه الدوري لانهم يعني قدموا لنا فريق جديد. يعني ليفربول بغض النظر انه قدم وعاد لكنه يبقى ليفربول يعني نادي اكبر انديه انجلترا فوزا مع مانشستر واكثرها فوزا بدوري الابطال. لكن ايفرتون يعني في انجلترا يسميوه الحلاوه التوفيز. هذا الحلاوة. كان حلاوة الدوري الإنجليزي هذا الموسم يعني بالأخص فوزه على مانشستر فوزه على تشيلسي فوزه على أرسنال فقط يمكن ما فاز على السيتي وحتى وتعادل المباراة مجنونة أمام ليفربول في كوسن بارك اللي انتهت 3-3 يعني مباريات جدا رائعة قدمها مارتينيز هذا الموسم وقدم لنا كرة اللي يتكلم عنها الكابتن حمود إنها كرة ما جميلة التيكي تاكا قدم كرة جميلة هي التيكي تاكا في إنجلترا مع الفكر الأسباني دائما المدربين الأسبان عندهم الكرات التمريرات القصيرة ولا شاهدنا إيفرتون يملك هالأسلوب وأسلوب جدا رائع وحقق انتصارات لكن النفس الطويل ما كان موجود. يعني أنت لما تفوز على عشان ما عندهم كابتن أحمد ما عندهم مثلا البدلة ما عندهم لا هو استخدم لاعبين كثير استخدم على سبيل المثال في خط الدفاع لما غاب جاكيلكا وغاب ديستان استخدم ستون استخدم الكراز في حتى لما غاب بينز استخدم اللاعب الأسباني كظهير أيسر ما يحضرني اسمه راميريس غاب لوكاكو غاب استخدم باركلي كلاعب مهاجم في بعض المباريات غارث باري عنده ماكيرثي استخدم كثير لاعبين ما كان عنده في مشكله في اوسمان استخدمه في كذلك كصانع العاب. يعني كان في مبدا مداوره وكان دائما يغطي النقص بلاعبين جدد. كان يعني الفريق ما يعتمد على اسم يعتمد على اسلوب في كل المباريات لكن ما كان في يعني التركيز في المباريات الاخيره ما كان حاضر في الاخص المباريات اللي بعد مباراه الارسنال. يعني احنا تكلمنا عن ليفربول بعد مباراة السيتي انه فقدوا السيطرة على الفريق وخسر 5 نقاط. ايفرتون نفس القصة بالضبط فازوا على ارسنال وهم كانوا متقدمين على ارسنال وهم اقرب لدول الابطال فقدوا السيطرة وخسروا 6 نقاط. يعني كانت في اليد امام ويست بروميش البيون وما المباراة الثانية ما اذكر يمكن كريستال بلس او اي فريق ثاني لكن ويست بروميش البيون اللي متأكد منها. يعني المباراة راحت يعني مع فرق تنافس على البقاء. لذلك اعتقد مارتينيز في كنقطه اولى وضع سيفي له في الدوري الانجليزي. يعني الان لما اي نادي ما عنده مدرب اكيد راح يكون المرشح الاول مارتينيز لانه قدم كره جميله كره رائعه كره فيها لمسه مدرب. يعني ما فقط لاعبين لانه ما اعتمد. يعني لو تسالينا على سبيل المثال من اللاعب اللي برز بروز كبير في إيفرتون يمكن لوكاكو لأنه يسجل وباركلي لأنه لاعب مهاري لكن باقي اللاعبين كلهم بنفس النوعية. يعني المواسم الماضية كنا نشاهد بينز هو اللاعب الأبرز لأنه ظهير ويصنع أهداف ويسجل لكن هالموسم كل الجميع بينز كولمان كظهير أيمن غارث باري قدوما من مانشستر سيتي قدم كثير ماكارثي من ويغان الكراز كانت توليفة جميلة جدا رائعة وكان المداورة في اللاعبين جدا رائع من مارتينيز لكن يبقى انه ما في كان نفس ما في تعود على انك تبقى في كل المباريات بنفس التركيز. نعم ربما كابتن في الموسم القادم نشوف ايفرتون ايضا يكمل المشوار هذا الموسم بشكل سريع ننتقل هو ايفرتون الان يعني يمكن ليفربول تكلمنا انه كيف يطلع اللاعبين السيئين من الفريق. الان إيفرتون من الفرق اللي كيف تحافظ على اللاعبين لأنه إيفرتون نادي صغير ونادي لا يملك المال. نعم. لذلك كل الأنظر على سبيل المثال الآن تنظر لكولمان تنظر لبينز تنظر لوكاكو يمكن لوكاكو إعارة من تشيلسي تنظر لباركلي الباركلي يمكن في أخبار كثيرة إنه مانشستر راح يقدم عرض يمكن 50 مليون لباركلي لأنه يعتبره روني الجديد
في الكرة الإنجليزية، وحتى من ضمن الوفد الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي الذهب لكأس العالم اختار المدرب وهو لاعب جدا صغير. جميل. يعني لكن هل يستطيع إيفرتون إبقاء باركلي على سبيل المثال، إبقاء بينز، إبقاء كولمان، إبقاء لوكاكو؟ هذه أمور جدا راح تنكشف أكيد في الأيام، وجدا صعبة على نادي مثل إيفرتون. نعم. وعلى مدرب مثل مارتينيز، لأنه هاللاعبين أكيد إذا يحصلوا عروض من أندية أكبر طبعا راح ينتقلوا. أكيد. بالنسبة لتوتنهام كابتن أحمد، يعني توتنهام تخلي عن مدربه ومويس، تقول الأخبار أنه مويس المدرب السابق لليونايتد مرشح بقوة لتدريب توتنهام. خبر قبل قليل كونتي كذلك مدرب يوفنتوس انه قريب كذلك من توتنهام. اعتقد اللي خرب توتنهام هو الرئيس، يعني انتقال جارث بيل اوكي، يعني نعتبرها صفقه رابحه وخضم منها مبلغ خيالي 100 مليون. الصفقات اللي اتت الى توتنهام كذلك صفقات جدا ممتازه، يعني لاعبين الموسم الماضي إريكسون، لاميلا، كوبي، يعني اغلب اللاعبين هذول كانوا مميزين. كوبي كان افضل لاعب وسط في الدوري الفرنسي، لاميلا افضل لاعب في روما، إريكسون افضل لاعب في اياكس، يعني كلهم لاعبين كانوا ممتازين. حتى سولدادو من قدم من فرنسيا كان هداف، 24 هدف سجل مع فرنسيا الموسم الماضي. لكن لما اتوا الى توتنهام، اندريه بواش كان عنده مشروع فريق، مشروع اسلوب طريقه اسلوب مختلفه تشابه تقريبا اسلوب مورينيو، اللعب الدفاعي، الهجمات المرتده، التصلب في خط الوسط، يعني تسديد من خارج المنطقه. هذا ما كان يعجب ليفي من الرؤساء اللي يحبوا الكره الجميله، الكره الهجوميه، الاهداف الكثيره في المباراه. يعني انت كان ليفي بواش ينافس على دوري الابطال، ينافس في مركز متقدم. اقاله كانت جدا مفاجئه، تعيين شرود لاعب سابق في توتنهام، شرود ما قدم نفسه كذلك، يعني حتى كان عقده سنه موسمين، الان اليوم الصباح اقيل من 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 منصبه، والان الكلام يمكن فانجال، يمكن كونتي، يمكن مويس مدرب جديد. يعني اصبح الان مانشستر وتوتنهام اكثر فرق تدفع للاعبين مع مانشستر سيتي ما عندها مدرب، لذلك راح تكون منافسة ما بين يمكن على اسم. حتى فانجال طرح على سبيل المثال على مانشستر وطرح على توتنهام، واليوم قبل قليل فانجال طلع بتصريح، يعني قال أنا ما مرتبط لغاية الآن مع مانشستر يونايتد بأي عقد وبأي شيء، وأنا ما زلت مدرب منتخب هولندا. وإذا تريدوا تعرفوا مدرب مانشستر القادم عليكم سؤال إدارة مانشستر وليس سؤالي أنا. لذلك التصريح واضح إنه لغاية الآن ما في أي كلام رسمي ما بين النادي وما بين المدرب، والمدرب يمكن حصل عرض لكنه يمكن ما وافق عليه أو أمور مختلفة، ويمكن حصل عروض من أندية أخرى، لأنه إذا توتنهام يدور على المدرب يعني توتنهام قادر يدفع لفانجال يمكن أكثر من مانشستر يدفع. لذلك أكيد راح يكون في منافسة على المدرب. لذلك أعتقد إنه توتنهام عنده لاعبين سوبر ستار وفي كل المراكز. يعني أنا اللي أقرأ إحصائية قبل البرنامج، تحضير البرنامج، في فترة بواش هذا الموسم اللاعبين تسببوا في 11 هدف، فترة شيروت اللاعبين تسببوا ب 22 هدف. هذا دليل واضح إنه ما في سيطرة في الفريق. يعني بواش يعني كان قادر إنه يسيطر على اللاعبين، كان عنده مشروع هدف، لكن أنت لما تقلب صفقات سبع صفقات او ثمان صفقات جديده وكلهم يلعبوا اساسيين في الفريق، اكيد المدرب يحتاج وقت لتاقلم اللاعبين، لايجاد التشكيله المناسبه. وليفي ما اعطى بواش الفرصه إن نعم. انه يوجد التشكيله الانسب، واعطاها لشيرود. شيرود ما قدر يسيطر على الفريق، اللاعبين دخل المباريات يعني مثل ما نقول باللغه المحليه على الكيف. اللاعب يريد يتألق اليوم يتألق، ما يتبع تعليمات المدرب. نعم. شاهدنا أخطاء جدا فادحة في مباراة ليفربول، في مباراة أرسنال، حتى في مباراة تشيلسي، كلها تسببت في خسائر جدا كبيرة على توتنهام وما تليق بتاريخ توتنهام
مسيرته كأفضل الأندية والمبالغ اللي صرفت في الصيف الماضي. يعني ربما نشوف توتنهام جديد كابتن أحمد الموسم القادم على الاعتبار من بداياتها الحين تغيير يعتمد على المدرب الجديد. من راح يكون إنك أنت يعني هل المدرب صاحب فلسفة صاحب مشروع، وهل الرئيس النادي راح يعطي هذا المدرب الوقت الكافي والوقت لأن المدرب الجديد يحتاج وقت. وكذلك الجماهير، يعني لما شاهد من الأخطاء اللي كانت في مانشستر الجماهير ما سألت مويس للنهاية. يمكن مويس كان مفروض الجماهير بغض النظر عن سوءه وعن عن شخصيا أنا كمشجع لمانشستر كنت ما راضي عن مويس، لكن كجماهير ما بدت المساندة. لذلك في توتنهام نفس الحديث، هل الجماهير الموسم القادم في بداية الموسم إذا المدرب الجديد ما أدى بالصورة المطلوبة، هل الجماهير راح تقف مع المدرب الجديد او لا؟ ام الرئيس والضغوط راح يبدل المدرب في نص الموسم وراح يبدا توتنهام من الصفر مره اخرى؟ هذه امور كثيره راح نشاهدها بدايه الموسم، اكيد بدايه الموسم القادم والصفقات اللي راح نشوفها. توتنهام قادر من الانديه اللي قادره تصرف لانهم جدا جدا مميزين في بيع اللاعبين. يعني لما يبيعوا لاعب يربحوا منه 400%. جميل. عموما شاهدنا مودريت، شاهدنا بيل، شاهدنا براتوف، شاهدنا روبيكين، كثير لاعبين. لو قائمة توتنهام في بيع اللاعبين دائما ناجحة، يعني أفضل فريق في بيع اللاعبين في إنجلترا توتنهام ومن ثم الأرسنال. نعم، عموما الموسم القادم راح نشوف أكيد صفقات جديدة راح تدخل للأندية، سواء كان هذه السبعة في الترتيب أو حتى الأندية الأقل من المركز السابع. عموما احنا سعدنا اكيد بتواصلكم معنا مستمعينا الليله في الحلقه الخاصه بالدوري الانجليزي. الاسبوع القادم ان شاء الله راح يتجدد موعدنا معاكم، راح تكون حلقه خاصه بالليغا الدوري الاسباني، وراح نعرف بطل الدوري الاسباني باذن الله الاسبوع القادم. عموما شكرا لكل من تواصل وتفاعل معنا. بالنسبه لنتيجه صحام تاهل الى المباراه النهائيه بركلات الترجيح، ألف مبروك لصحم الوصول إلى نهائي دور أبطال الخليج، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لصحم في المباراة النهائية. عموما تحياتنا للجميع وشكرا لكل من تفاعل وتواصل معنا في حلقة الليلة. شكرا لك كابتن أحمد الفهدي، وملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. اليوم شوية ضغطت علي اسمح لنا اليوم كله أنت أساسي، يعني المدرب ما عنده الأسبوع الماضي لعبت 45 دقيقة اليوم لعبت 90 دقيقة المدرب ما عنده بدلاء عارف يا كابتن، فبنتعاقد مع صفقات قادمة إن شاء الله الموسم الجاي. شكرا لك كابتن أحمد، يعطيك العافية، وشكرا لكل من تواصل معنا عبر الرسائل عبر التغريدات وعبر الاتصالات وأيضا عبر الاستماع. شكرا لكم جزيلا، وملتقنا معاكم الأسبوع القادم في الكلام كروي من 8 إلى الساعة 10 بإذن الله. هذه تحيات السلوى الخنبشية وتحيات مخرجتنا مريم العجيلية. إلى اللقاء.